السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم مباشرة على إخبارية التلفزيون الجزائري. وعلى مدار ثلاث ساعات ابتداء من الآن سنناقش عدة محاور ومواضيع، بداية بالملف الصحي، ولنا حديث عن الحملة الوطنية للتبرع بالدم، وكذا ضرورة تكثيف الحملات الوطنية التطوعية لتعزيز مخزون المستشفى. إلى ملف الأمن وسلامة المرورية، وفي إطار اليوم العالمي لضحايا حوادث المرور نتحدث عن أهمية الالتزام بالقوانين، وهذا ضمانا للسلامة المرورية. إلى اختتام فعاليات الصالون أو صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 27 تحت شعار نقرأ لننتصر، نتحدث عن الإقبال القياسي والناجح الذي عرفه الصالون وعدة نقاط أخرى. أيضا إلى قطاع العمل، وسنناقش دور مفتشية العمل في الحفاظ على حقوق العامل. إلى ملف الجمارك وجديد القطاع من خلال الخدمات الرقمية، وهذا عبر البوابة الإلكترونية للنظام المعلوماتي الجديد. إلى ملف الشباب والرياضة والعين اليوم من ولاية النعامة، وسنناقش المشاريع الجديدة التي تدعم بها قطاع الشباب والرياضة بالولاية. الصباح الرياضي حاضر معنا، ومحطاتنا الإخبارية حاضرة على رأس كل ساعة. قبل مناقشة كل هذه الملفات والمواضيع، ورقة لأحوال طقس مع الزميلة صابرين العوفي بوزيان، ثم لنا عودة. نقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تقريبا نفس الوضعية الجوية مقارنة بيوم الأمس نعيشها خلال نهار اليوم، عاد تراجع في درجات الحرارة، هذا على كل المناطق الشمالية. عن حالة السماء، ستشهد السواحل ضباب محلي خلال هذه الصبيحة، تصبح الأجواء قليلة السحب خلال النهار، بعد السحب ستشهدها كل الهضاب العليا والأوراس. أما جنوبا أجواء مشمسة، عاد بالجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء ستشهد عبور بعد السحب الكثيفة، تكون مرفوقة ببعض الأمطار نحو الثورة على شكل زخات رعدية بالنسبة لمنطقة تندوف. للإشارة، الرياح ستكون قوية على أغلب المناطق الجنوبية، تعمل على تطاير الرمال. تطاير الرمال أيضا ستشهد الهضاب الغربية، وتنتقل الحبيبات الرمالي لغاية السواحل الغربية محليا. درجات الحرارة خلال فجر نهار اليوم، سجلنا 10 درجات فقط بالبيض، وهذا كأدنى مقياس شمالا. 19 درجة سجلت بإنجزام، والعشرين درجة كانت كأعلى مقياس جنوبا بكل من أضرار وبرج بجي مختار، أدنى مقياس 13 درجة بجانات. خلال ظهيرة اليوم الحرارة القصوى ستعرف تراجع كما سبق الذكر على كل المناطق الشمالية، مقاييس ما بين 20 إلى 24 درجة تقريبا على كل السواحل والمناطق الداخلية، في حدود 28 درجة بغردايا، 26 درجة بإليزي، كذلك ببشار، 24 درجة بثمن راس، ما بين 30 إلى 33 درجة بين تندوف، أدرار، إن صلاح، برج بجي مختار وإنجزام. البحر خلال نهار اليوم سيكون قليل الاضطراب نحو السواحل الوسطى، وهذا بسواحل الغربية والشرقية، الرياح ضعيفة على العموم. بالنسبة ليوم الغد بحول الله تقريبا نفس الوضعية الجوية، ضباب خلال الصباح على السواحل، السواحل الغربية ستشهد بعض السحب السفلى المحلية، مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء والثورة ستشهد سحب عابرة مرفوقة ببعض الأمطار نحو الثورة، الأمطار تكون على شكل زخات رعدية بالنسبة لمنطقة تندوف، ورياح قوية نسبيا نحو منطقة بشار. بالنسبة ليوم الأربعاء بحول الله نفس الوضعية الجوية مقارنة بيوم بالنسبة ليوم الخميس أقول ويوم الأربعاء، عاد الرياح القوية نسبيا التي ستشهدها السواحل الوسطى والشرقية خلال يوم الأربعاء، بعض الأمطار ستلتحق تدريجيا ابتداء من ظهيرة يوم الأربعاء، وتتحسن الأجواء خلال ظهيرة يوم الخميس، سحب عابرة بدون أمطار نحو كل مناطق الجنوب الغربي.
بالنسبة لوقت شروق أو شروق الشمس نهار اليوم كان على الساعة 7:28، والغروب سيكون بحول الله في حدود 5:37. أشكركم على حسن المتابعة، يومكم سعيد وإلى اللقاء. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. بداية مشاهدينا بالملف الصحي وفعالية الحملة الوطنية للتبرع بالدم، وأيضا لتعزيز كما أقول مخزون المستشفيات. للحديث أكثر في الموضوع أسعده باستضافة الدكتور كيغي سوفيان، مدير الاتصال بالوكالة الوطنية للدم. صباح النور دكتور، وشكرا لتلبية الدعوة. صباح الخير، وصباح الخير لكل المشاهدين، وشكرا على هذه الدعوة والاستضافة الصباحية. شكرا جزيلا. إذن دكتور كيلي، بداية نتحدث عن ربما واقع ثقافة التبرع بالدم في الجزائر في إطار كل الآليات وكل أيضا الحملات التطوعية والتوعوية لتعزيز ثقافة التطوع أو التبرع بالدم. شكرا مرة أخرى على الاستضافة وعلى هذا المجال للتكلم على هذا السائل الحيوي. نتكلم على هذا الدواء اللي هو الدم، ليستعمل عند فئات كثيرة من المرضى. صحيح. اللي تستعمل بصفة دورية في بعض الأحيان وبصفة مستعجلة. هذا الدواء اللي ما عندوش بديل، يعني ما كانش مادة أخرى لتعوض اليوم الدم أو أحد من مشتقاته. ولا تكلمنا على الدم، تكلموا بصفة مباشرة على المصنع اللي هو الإنسان، اللي هو الوفرة تاعه هي كرامة المتبرعين لتلبية حاجيات الآخرين. فإذا تكلمنا عن الثقافة بصفة عامة في المجتمع الجزائري، نقدر نقول أن الثقافة موجودة، ولكن هذه الثقافة يلزم عليها أن تكون أن تتعزز أكثر. نعم. نعم. وأن تتعزز بصفة منتظمة، لأنه إذا شفنا الأخلاقيات التبرع بالدم في الجزائر، التبرع بالدم هو طوعي وتطوعي وهو بدون مقابل. صحيح. ولا شفنا يعني وين تكون شاحنة التبرع بالدم أو يكونوا مراكز حقن الدم، وفي بعض الحالات وين يكون حوادث تكون يعني كوارث طبيعية، راح تكون هيبة تضامنية ويكون توجه بصفة تلقائية للمترشحين التبرع. نعم. إلى المراكز أو إلى الشاحنات. إلا أنه يوجد في بعض الحالات، يوجد في بعض الأيام، يوجد في بعض المواسم، ربما الفترات مخزون المستشفيات يسجل ربما ذروة في نقص ربما أكياس الدم. نعم، في بعض المواسم، في بعض الفترات تكون كما قلتي الذروة يعني في النقص. صحيح. خاصة إذا تكلمنا على موسم الصيف، يعني في شهر أوت تحديدا يكون هناك تذبذب ما بين الوفرة وما بين الطلب، وهذا راجع لعدة أسباب. أنه أولا الظروف المناخية اللي ما تسمحش لتجول الشاحنات في يعني الساعات المسائية حتى الليل. كانت تجربة هذه السنة مع الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم، وقمنا بعملية تبرع بالدم من 6 مساء في الأماكن العمومية اللي تشهد إقبال كبير من الزوار، وفي الولايات الساحلية والولايات اللي تشهد إقبال. نعم. وكانت تجربة يعني جد يعني كانت ممتازة، لأنه كان هناك إقبال من طرف المتبرعين وعائلات المتبرعين، وهذا شيء جميل لأنه تسمح بترسيخ ثقافة كذلك في العائلة. كيشوف يعني الابن أو البنت تشوف يعني أباها ولا يماها تقوم بعملية التبرع بالدم، فهذا يعني يرسخ الثقافة. حتى أيضا الوازع الديني يلعب دور كبير في هذه العملية التبرع بالدم، التي تعتبر صدقة جارية. من أحيا نفسا كأنه أحيا الناس جميعا. نعم نعم أكيد. وهنا شراكة تكمن ما بين الوكالة الوطنية للدم وما بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. نعم. وكذلك الجامع الجزائر، يعني مؤخرا. صحيح. في رمضان اللي فات كانت تدشين المسجد الجامع الجزائر، وكانت فرصة للوكالة بالتنسيق مع الجامع الجزائر وعلى رأسهم سيد الوزير العميد لوفرنا كل التسهيلات. كانت مبادرة جد حسنة
قمنا بحملة تبرع بالدم في سهرات رمضانية في الجامع الجزائر بلمنسا، وكذلك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتلافقنا بصفة دائمة ومنتظمة في تنظيم حملات صحيح. داخل المساجد، داخل المساجد، وكذلك في تنظيم دروس وخطب تحسيسية على أهمية التبرع بالدم، على أهمية إنقاذ حياة من الجانب الديني. صحيح صحيح. طيب دكتور، لو نعرف هذه العملية عملية التبرع بالدم، نعرف أيضا هذا السائل الحيوي، يعني يتكون ربما من ثلاث عناصر مهمة جدا، يعني الفرد يعطيها أو يمنحها لثلاث أشخاص على ما أظن. نعم. بداية بالصفائح، البلازما، وحتى الكريات الحمراء أيضا. نعم. نعم. بالضبط. نعم. عملية التبرع بالدم هي عملية يعني اليوم أصبحت بصفة، ولكن إذا شفنا في التاريخ، يعني هو في التاريخ المعاصر اللي يقدر الانسان يتحكم في 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 عمليه التبرع بالدم، وعرف بعض الاسرار تاع الدم. يعني الاختراع اللي كان على اكتشاف الزمر الدمويه، للزمر ابي او، هو الطبيب النمساوي كارل لاينشتاينر، اللي كان يعني الاكتشاف تاعو ما يعود الا لسنه 1900. يعني نشوفوا انه في التاريخ المعاصر اللي تم اكتشاف بعض الاسرار، يعني البشريه عملت قرون وقرون لاكتشاف هذا السر وهذه المكونات اللي نوجدوها على سطح الكريات الحمراء وفي البلازما. فمن هنا يعني هذا الدم اللي راهو يستعمل قلنا كدواء، ما كانش لحد الساعه يعني التكنولوجيا اللي تسمح لنا ان نكون عندنا الدم مصنع، يعني بديل ربما بديل. ما نعم، لا يوجد بديل. لا يمكن ان يصنع، لا يمكن ان يشترى، لا يمكن ان يباع ايضا. نعم نعم. فهذه العمليه التبرع بالدم اللي تستغرق بعض الدقائق، يعني عندما لما يتقبل المترشح للتبرع لمركز حقن الدم او الى شاحن التبرع بالدم، بعد الفحص الطبي راح تاخذ منه كميه من الدم في حوالي 10 دقائق. هذا الكيس تاع الدم راح يعطينا الانسان، هذا المتبرع عطانا الدم الكامل في مركز حقن الدم، راح يقوم بالتجزئه تاعو الى المكونات الاساسيه في الطب الحديث، في الطب المعاصر تقوم عملية حقن الدم على حسب الحاجة. إذا كان مريض عنده فقرة دم، ما نمدلوش الدم الكامل، ولكن نمدلو إلا الكريات الحمراء. نعم. إذا كان عنده نقص في الصفائح، يعني حسب الحاجة. حسب الحاجة. جيد. فمن هذا المنطلق إذا قمنا بتجزئة الدم إلى المكونات الأساسية اللي هي كما تكلمتي الكريات الحمراء، البلازما، والصفائح، فبعملية التبرع بالدم نقدر يعني نمد الدم تاعي الى ثلاث مرضى مختلفين، اللي هما اللي على حسب الحاجه. اذا كان يحتاج كريات حمراء نمد له الكريات الحمراء. صحيح. طيب، في اطار الحمله الوطنيه للتبرع بالدم، هذه الفعاليه اللي راهي يعني منتشره عبر كل ولايات الوطن، نتحدث ايضا وجود هذه الشاحنات المخصصه لجمع التبرعات او جمع اكياس الدم. يعني رانا نشوفها اليوم راهي متواجده في كل الفعاليات، خاصه الفعاليات المحليه، فعاليات أيضا الدولية. على سبيل المثال، وكعينا ربما صالون الجزائر الدولي للكتاب، كنا لاحظنا وجود شاحنات لجمع تبرعات أو أكياس الدم أيضا. نعم. فيما يخص العملية التبرع بالدم المتنقلة، قدر تكون عبر الشاحنة أو قدر كذلك يكون مكان مهيئ، أماكن مخصصة، أماكن مهيئة بك دي شابيتو، وتكون عملية التبرع بالدم باش تكون يعني تجرى العملية في أحسن الظروف. وفي هذا الشأن يعني الوكالة الوطنية للدم في الاستراتيجية تاعها يعني نفضلوا العمليات العمليات ذات الطابع الوطني، اللي باش تكون كل ولاية تستفاد من هذا التبرع وهذا الإقبال تاع المترشحين للتبرع بصفة طوعية. وفي هذا الشأن كانت عندنا فرصة للتعامل مع نذكر على سبيل المثال المديرية العامة للحماية المدنية، كانت حملة وطنية اللي دامت 3 أيام عبر كل الوحدات وكل المدارس للحماية المدنية، وكان إقبال جد معتبر من أفراد أعوان الحماية المدنية. البارح كذلك كانت مع المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار عبر مختلف وحدتها في بعض ولايات الوطن، ومازال كاين حملات أخرى راهي جاية مع مختلف شركاء سواء كانوا عموميين أو خواص. نعم. في المعارض كما تكلمتي على المعرض
المعرض الدولي للكتاب او وين يكون يعني هناك اقبال كبير، للجمهور من الناس، نعم. نحاولوا نكونوا متواجدين بصفه مباشره او عن طريق كذلك الجمعيات اللي وعلى راسهم الفيدراليه الجزائريه للمتبرعين بالدم اللي ترافقنا في التحسيس وفي التنظيم لعمليه التبرع بالدم باش يكون استقطاب عدد كبير من المترشحين. بالاضافه ايضا الى استغلال الساحات الكبيره مثل ساحه البريد المركزي، ايضا يعني المسجد الكبير، الساحات العموميه ايضا اين يعني يكون هناك اقبال كبير وولوج كبير خاصه، نعم. من طرف فئات الشباب ايضا. هي الفئه يعني الفئه اللي تمثل نسبه كبيره في عدد المتبرعين بالدم، نعم. فئه الشباب اللي تراوحوا اعمارهم ما بين 18 سنه الى 44 سنه. نذكروا انه السن القانوني في الجزائر لعمليه التبرع بالدم هو ما بين 18 و65 سنه. والفئه يعني المهمه هي يعني كل فئات نحتاجهم، ولكن الفئه ما بين 18 و44 سنه تمثل الفئه اللي عندها نسبه مرتفعه، راجع لي لانه يعني هذه الفئه ما عندهاش كثير من الامراض المزمنه، يعني ما عندهاش موانع اللي كثيره مقارنة بالفئات الأخرى لعملية التبرع بالدم. ففئة الشباب يعني احنا اليوم رانا نروحوا لعندها باش أولا التحسيس والتوعية على أهمية التبرع بالدم، وثانيا لجمع الدم، وهذا في الساحات العمومية أو الأماكن العمومية وكذلك في الجامعات، ما ننساوش الجامعات. صحيح، حتى الجامعات أيضا اللي هي صحيح. يعني تلعب دور مهم، وكانت عندنا تجارب عدة مع مختلف جامعات الوطن وكذلك جامعة التكوين المتواصل، كل هذه الجامعات راهي تساهم معنا بصفة منتظمة في تنظيم حملات وتبرع بالدم وحملات تحسيسية. طيب نتحدث أيضا عن واقع مخزون المستشفيات من لهذه الأكياس، أكياس الدم، من خلال ربما الآليات الجديدة المسطرة من طرف وكالة أو الوكالة الوطنية للدم لضمان ربما تمويل وطني دائم أو آمن بالدم وحتى مشتقاته أيضا. وإحنا ما نقولوش تفادي الندرة لأنه بلد الجزائر يعني بلد الله يبارك معروف بالعطاء، معروف أيضا بهذه الوقفات أيضا والهبات أيضا والتضامن، وحتى الوازع الديني كما ذكرنا أنه يلعب دور كبير في هذا المجال أيضا، إذا خاصة لتفادي ربما التذبذبات. صح، نعم. من طرف السؤال تاعك يعني نغتنم هذه الفرصة اللي نتكلم على الأرقام اللي فلربما توضح الأمر أكثر. نعم. فإذا شفنا السداسي الأول لسنة 2024 يعني الأخير، كان هناك أزيد من 354 ألف كيس تعدم اللي تم جمعه خلال هذا السداسي، اللي يمثل نسبة ارتفاع ب 5.5% مقارنة لو نقارنوها مع السداسي الأول لسنة، نعم. سنة 2023. جيد. في سنة 2023 أزيد من 767 ألف كيس دم، وكذلك نسبة ارتفاع ب 6.75%، يعني الأرقام في ارتفاع مستمر والنسب كذلك في ارتفاع مستمر عفوا. هذا يعني يدل على أن هناك إقبال بصفة في ارتفاع من مترشحين. اليوم رأنا في أزيد من 800 ألف مترشح للتبرع بالدم للمراكز والشاحنات، اللي نذكروا أنه يوجد 256 مركز حقن الدم عبر كل التراب الوطني. فهذه الأرقام كي يعني اسكو راهي نقولوا مليحه ولا ماشي مليحه، نقارنوها مع في المستوى الجهوي او في المستوى الاقليمي او في المستوى العربي، نشوفوا ان الجزائر في هذا المجال راهيك في المراكز الاولى من حيث المؤشرات التبرع بالدم. هل هذا يكفي؟ كما قلنا يعني لا، لانه مادام عندنا يعني الإشكالية التذبذب في الوفره، لازم تكون علينا اليوم العملية التبرع بالدم وحدها ما تكفيش، اليوم ندخلوا في نظام الانتظام، تبرعوا بالدم بصفة منتظمة لتمويل مستمر لبنوك الدم. نذكروا بأنه بالنسبة للرجال يقدروا يتبرعوا بالدم كل 3 أشهر، يعني يقدروا نقلصوا هذه الفترة إلى 8 أسابيع بلا ما نفوتوا 5 مرات في السنة بالنسبة للرجال. وبالنسبة للنساء
هي أربع مرات تقدر تبرع كل أربعة أشهر. كل أربعة أشهر يعني نعم. كل أربعة أشهر تقدر تقوم المرأة كذلك بالتبرع. طيب لكن هذه العملية عملية التبرع بالدم أكيد لها شروط، يعني شكون اللي عنده الحق باش أو الإنسان؟ أكيد هناك شاحنات لجمع أكياس الدم، لكن شكون اللي عنده الحق يعني قانونيا في نزع الدم، أو لما نحن نقدر نمدوا الدم بغض النظر عن هذه الشاحنات وحتى أيضا المستشفيات العمومية أيضا؟ نعم. شكرك على هذا السؤال اللي تسمحي لي باش نوضح امر جد مهم اللي هو يعني يخضع للنصوص القانونيه واخر كذلك القانون الصحه لسنه 2018 يؤكد على هذا الفعل انه العمليه التبرع بالدم تقام الا في المؤسسات العموميه، المؤسسات الاستشفائيه العموميه اللي تقوم بعمليه تبرع بالدم، صحيح سحب الدم من سحب الدم من المواطن من نعم. من المتبرعين والمترشحين للتبرع نعم. سواء يعني كي نشوفوا الشاحنات هي فرق متنقله تابعه للمستشفيات العموميه العموميه نعم. اللي عندها نعم. مراكز حقن الدم، مراكز عندها مركز حقن الدم وهي اللي مؤهله يعني نعم. البيرسونيل تاع المركز حقن الدم هو المؤهل اللي يقوم بهذا النوع من العمليات ومرافقه المترشحين والمتبرعين نعم. بالدم. وماذا عن العيادات الخاصه؟ كيف يمكن ان يعني تمول نفسها بهذا نعم. السائل الحيوي؟ من جانب القانوني العياده الخاصه ما عندهاش الحق وما عندهاش يعني لو دووا باش تقوم بعمليه سحب الدم، لكن في نفس الوقت هي من عندها مصالح اللي تستهلك الدم. في هذا الشأن يوجد اتفاقية يعني مسطرة ما بين هي ما بين شروط هذه الاتفاقية ما بين شروط باش يمدوا الاعتماد صحيح. للعيادة باش الخاصة نعم. باش تحل يعني العيادة تاعها تكون عندها الاتفاقية ما بين مركز حقن الدم يعني في بعض الحالات على حسب الموقع الجيوغرافي للعيادة يعني اللي يكون قريب لها يكون قريب عليها نعم, نعم. تكون هناك اتفاقية باش تكون باش المركز حقن الدم يمول العيادة الخاصة بالدم مقابل التسعرة التنازلية لمكونات يعني هذا الكيس تاع الدم اللي تعطيها العيادة الخاصة للمركز حقن الدم. جيد جيد. طيب قبل الختام ايضا ربما نتحدث عن ربما سلسله او مراحل الحفاظ او مده حياه ذلك الكيس اللي ربما الانسان تبرع به. نعم. هنا تكمن اشكاليه التبرع بالدم لانه نشوفوا في بعض الحالات انه في مده استهلاك ومده صلاحيه كيس الدم في بعض الحالات تقتصر الى بعض ايام فقط كما نتكلموا باغ اكزومبل على الصفائح نشوفوا انها ما تفوتش الخمسه ايام. صحيح. كاقصى حد من الاحتفاظ وفي كريات الحمراء كأقصى حد 42 يوم. فهنا الإشكالية أنه من بين المكونات المستهلكة بصفة كبيرة كاين الكريات الحمراء والصفائح خاصة عند مرضى السرطان سواء صحيح. كان السرطان في حدته أو من مضاعفات الدواء الشيميوثيرابي الكيميائي العلاج الكيميائي اللي يكون عنده في المضاعفات تاعو انخفاض في نسبه الصفائح وكي نشوفوا انه الصفائح تبقى خمسه ايام اذا قام اليوم يعني الاشكاليه مركز حقن الدم كل خمسه ايام تطرح باش تكون وفرت الصفائح فهنا نشوفوا يعني هذا التمويل اللي تكلمنا عليه يكون لازم يكون التبرع بصفه منتظمه باش يكون التمويل بصفة مستمرة نعم. على مستوى مراكز حقن الدم. وكيف أيضا تقوم الوكالة اليوم بتأمين ربما الزمر النادرة للدم؟ بما يخص الزمر النادرة يعني كاين على مستوى مراكز حقن الدم بصفة عامة الزمر النادرة في المجتمع مجتمعنا هي الزمر السلبية بصفة عامة توسكي نيجاتيف يعني هو ما بين مصنف من بين لي جروب غار الزمر النادرة. في هذه الحالات خاصة بعض الزمر النادرة ما تمثلش يعني 1% من المجتمع مثل الجروب أبي نيجاتيف فهنا هاد المتبرعين اللي عندهم زمر نادرة حيقوم بتسجيلهم في سجلات خاصة على مستوى مراكز حقن الدم والتبرع يكون على حسب الطلب تاع المستشفى وليس على حسب
رغبة المتبرع. نعم. فإذا كان هناك مريض تقدم نعم. طلب استعجالي نعم. أو حالة حرجة أيضا أو حالة حرجة نعم. راح يقوم المركز حقن الدم باستدعاء هذا المتبرع لأخذ العينة باش تكون يعني مستعملة. وبالتالي في الختام ربما نداء لتعزيز ربما مخزون نعم. خاصة المستشفيات. أولا نشكركم على المرافقة على نعم. الدائمة و من برك هذا يعني نوجه النداء لكل الاشخاص. تكلمنا على الشروط هي جد سهله يعني تكون ما بين 18 65 سنه متميز بصحه جيده يقدر يتوجه الى مركز حقن الدم. الفائده اولا راح تعود للمتبرع مش راح تعود للمريض لانه راح يستفيد من محطه صحيه محطه اللي تكون فيه محادثه تكون فيه كونسلتاسيون ميديكال بعد الاشخاص بعد الحالات تشخيص ل أمراض الأمراض نعم. يتجاهلها راح تكون فيه هناك تحاليل طبية من جيد. جانب الفيروسي من جانب الـ يعني الزمرة الدموية نعم. إلى آخره نعم. فهي أولا بالفائدة للمتبرع راح يسمح له بتجديد الخلايا الدموية صحيح. كل هالفوائد راح تعود للمتبرع وثانيا للمريض لتوفير هذا الكيس لكي يعني شيء ما نقدرش نتصوره أنك حياتك مرتبطة بقطرة دم أو بكرامة متبرع باش تقدر تعيش. فالنداء لكل ما نبخلوش على خاوتنا اللي راهم في لأن اليوم راني نقدر نكون متبرع لكن للأسف في أي لحظة نقدر يعني نكون من فئة أخرى محتاج أو فرد من العائلة صحيح. وهنا يعني نشوفوا إشكالية ما تكونش وفرت الدم نعم. في يعني ما نتمنى ولا حتى واحد ولكن نعم. نوجه النداء لكل الأشخاص اللي راهم يسمعوا فينا نعم. ما ينساوش عملية التبرع بالدم بإذن الله. شكرا جزيلا لكم إذن الدكتور كيري سفيان أذكر مدير الاتصال بالوكالة الوطنية للدم شكرا جزيلا على كل هذه الاستفاضة. شكرا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. إلى موضوع آخر مشاهدينا وملف آخر إلى ملف الأمن والسلامة المرورية. وفي إطار اليوم العالمي لضحايا المرور سنناقش أهمية الالتزام بالقوانين ضمانا للسلامة المرورية. للحديث أكثر في الموضوع أسعد باستضافة السيدة جميلة أبو بكر مكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطني للوقاية من حوادث المرور. صباح النور سيدتي وشكرا لتلبية الدعوة. صباح الخير زميلتي لمياء وشكرا على الدعوة وصباح الخير كل مشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا. إذا بداية الحديث سيدة أبو بكر حول ربما البرنامج المسطر من طرف المندوبية الوطنية للحوادث أو للوقاية من حوادث المرور بمناسبة اليوم العالمي لحوادث المرور. بالطبع المديرية المندوبية الوطنية للأمن في الطرق قامت ببرنامج مسطر وخاصة إحياء اليوم العالمي لحوادث المرور لسنة 2024 لضحايا حوادث المرور لضحايا نعم. حوادث المرور نعم. وذلك على 58 ولاية. معناتها حنا يا مندوبية قامت ببرنامج باشتراك كل من الدرك والأمن الحماية الأكاديمية الوطنية للوقاية من حوادث المرور في يوم تحسيسي يوم السبت الفارط في مارينا مول أرديس سابقا وذلك بتحسيس جميع المواطنين المتوافدين على المول بتقديم نصائح وإرشادات للسياقة اللائقة واحترام قانون المرور للحد من حوادث المرور. نعم نعم. وأيضا دائما نذكر أن يوم 17 من نوفمبر هو يوم اليوم العالمي لضحايا المرور هو يوم أيضا ربما دعوة لليقظة أيضا وتوحي الحيطة والحذر. يعني في كل مرة نعيد هذا الشعار هي شعارات عدة نستعملها في عدة أيام تحسيسية في عدة فعاليات أيضا في هذا الصدد. صحيح زميلتي لمياء هذا إحياء اليوم العالمي اللي
اللي قامت به المندوبيه الوطنيه يوم السبت الموافق ل 16 نوفمبر 2024 على مستوى مول، خاصة يعني سيدة أبو بكر بالنظر إلى ربما الارتفاع المحسوس لضحايا حوادث المرور، احتوينا سموه أيضا اليوم نستعمل مصطلح إرهاب الطرقات أيضا. صحيح المصطلح هذا ما نهربوش منه، على خاصة مع التسجيل الرقم الرهيب للأسف سجل 56 ألف حادث مرور وأكثر من 1600 قتيل، يعني أكثر من 1600 وفاة في خلال، لو نحسبوا ربما منذ شهر جانفي الفاتح بلغة الأرقام إلى يومنا هذا سجلنا 1700 قتيل، يعني هذا رقم كبير جدا. هذا ما سعينا له في اليوم التحسيسي بوضع شعار معا لطرق بدون ضحايا. صحيح. معناتها مادا بينا ما يكونش هناك حاوله مرور، ما تكون هناك حاوله مرور ما تاديش الى الوفاه ولا تكون اضرار خفيفه، لهذا نعاودوا دائما نقولوا نعاودوا نحسوا ونقولوا للسائقين تاعنا توخوا الحذر، خاصه في معناتها الى بالتحسيس والتوعيه نقدروا نوصلوا نلحقوا الرساله الاول الوعي، نرفعه من الوعي المروري وغرس الثقافه المروريه لدى الاطفال من الاطفال الى السائق. صحيح. وذلك لتفادي حاوله المرور، خاصه مع المراتب التي تحتلها الجزائر في حاوله المرور، المرتبه الاولى عربيا والرابعه عالميا، هذا رقم معناتها نعاودوا نقولوا لارهاب الطرقات، معناتها حاوله المرور اصبحت هي ارهاب الطرقات. يعني حبذا لو نحتل هذه المراتب في المجالات الاخرى، يعني عكس تسجيل هذه المراتب في يعني مجال حوادث المرور وضحايا حوادث نأمل المرور. نأمل بتضافر جهود صحيح. الجميع في تفادي حوادث المرور، لان السائق كما نسبق ونقولوا بلي ان حوادث المرور المتسبب الاول هو العنصر البشري، بعدها باش نروحوا لحاله المركبه ونروحوا حاله الطرقات، بس لو كان ما نستعملوش الافراط في السرعه ما راحش نتحطوا لحاله مرور، والحاله المرور ما راحش يتوقف عندنا، معناتها ما راحش نكونوا حنا ضحايا برك، راح يكونوا ضحايا اخرين، تقدر تكون سياره اخرى، يقدر يكون حافله، ضحايا مار ايضا الماره، وهذاك اللي يكون ارتفاع في حاله المرور، كما رانا نرقدوا ونوضوا نلقاو حاله مرور رهيب كما اللي نضنا عليه تاع تمرات 34 رقم جد مرتفع. ايوا 12 جاري 34 وفاه و 12 جاري ربي يرحمهم، رقم رهيب. حنا ماذا بينا كاع بتضافر جهود الجميع نحارب، لماذا لا نحارب هذه الظاهره؟ نحارب ظاهره حاوله المرور، ارهاب الطرقات، لماذا لا نقضي عليه ونكون في المراتب الاولى التي ليس لديها حاوله مرور؟ صحيح. هذا ما نأمله، تأمله المندوبيه الوطنيه للامن في الطرق، وهذا بتضافر جهود الجميع، الهيئات والوزارات التي نقوم معها بهذه الحملات التحسيسيه في الميدان، وخاصه انا نقول لك اليوم التحسيسي صح احياء اليوم العالمي، ليس في الجزائر بل في 58 ولايه اللي مست جميع الشرائح. هذا دائما احنا نقولوا اهل التوافد، احنا درنا يوم تحسيسي ويوم مفتوح لتوعيه التوافد تاع الناس كاع ماذا بها ما تكونش هناك حاله مرور. مالغري تو رانا نديروا ايام تحسيسيه ونتقربوا بالاشخاص، نتقربوا بالمدارس للاطفال، نتقربوا لخاطر الطفل يقدر يلعب لنا دور. صحيح. في 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 الحد من حاله مرور، يقدر الطفل هذاك يوعي بابا بالك لو كان زيد في لافيتاس نقدروا نتعرضوا لحاله مرور، يقدر يكون السائق هذاك يقدر هو يوعي واحد اخر خويا بالعقل بالك لو كان نبداو نمشيو بهذه العقليه تاع بهذا المنطلق باللي لو كان انايا نوعي شخص يقدر نتفادى حاله مرور، وبالطبع نقدروا احنا انا كسائق راني في الطريق نوعي اللي راهو قدامي، معليش حب يجوز نخليه يجوز، الاولويات او السامح من الاخر نقدروا نوصلوا، ونزيدوا نقولوا التاخرات ثم التاخرات، ماذا بينا احنا كي نروحوا للبلاصه كيما نوصلوا في 15 دقيقه نوصلوا في 10 دقائق نقدروا نوصلوا في 5 دقائق، معناتها حنايا قد ما طولنا ولا قصرنا لتفادي حادث مرور، معناتها الوقت هذاك اللي حنوصلوا لهذيك البلاصه من الف الباء حنوصلوا في 15 في 5 في 10 دقائق، حنا دائما نعاودوا ناكدوا بان التاني في التاني سلامه. نعم. طيب السيده ابو بكر، الا يجب ربما اعاده النظر في محاور هذه او في محاور حملات التحسيس، ربما استعمال ربما العينات مثلا في ضحايا حوادث المرور بالصور ايضا بالفيديوهات ايضا للتحسيس ربما اكثر، حتى نستعمل الأرقام أيضا بلغة الأرقام نتحدث مع الناس مع خاصة مستعملي الطرقات أيضا. احنا دائما في أيام تحسيسية التوعوية تاعنا نبدأ نهضروا مع الناس بالنصائح
معناتها لابد 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 هو ما يتماشى مع حتى الاستعانة أيضا كما نرى الآن في الصورة، تدخلات أعوان الحماية المدنية، تدخلات أعوان الدرك الوطني والأمن أيضا الوطني أيضا. دائما مندوبية الأمن في الطرق تسعى دائما مع العمل في الميدان مع شركاء الميدانيين، معناتها من الدرك والأمن الوطني والحماية المدنية وكذلك الجمعيات، لأنهم عنصر فعال في صحيح. في التحسيس والتوعية في الطرقات. ما نقدرش نقول لك أنايا عندنا 58 ولاية، نتقربوا من الولايات، بصح الجمعيات والدرك الوطني هما راهم الرجال الواقفون في الميدان. صحيح. صافي الصفه هما الصوره المباشره، وكذلك المندوبيه من خلال الاشعارات والرسائل النصيه اللي تبعتها عبر الهاتف والاشهارات والومضات الاشهاريه في الطرقات. نعم. كما سبقنا وقلنا بلي 16 ولايه اللي سجلت اكثر ارتفاعا فيه هي اللي عندها الومضات الاشهاريه، تمشي في طريق سريع تلقاي ومضة إشهارية، تقدر هذيك انت تكوني تسرعي تشوفيها تحبسي. صحيح. حنا دائما هذوك نقولوا لي بيبليسيتي كامل توجور نديروهم في المعارض تاعنا، كما قلتي الصور والعينات توجور في لاتيلي. لغة الأرقام. لغة الأرقام دائما نعاودوا نهضروا عليها، باسكو لغة الأرقام هي اللي تلعب الدور. والصورة تقربك، معناتها تقدر أنت تعيش اللحظة. معناتها تقول لو كان أنايا راح. وكان انا باسكو انا حسب الاحصائيات اللي عندي في المندوبيه الوطنيه، سجلتها المندوبيه الوطنيه على التيريتوار ناسيونال، انا نشوفوا بلي ارتفاع الضحايا اللي كان هناك اطفال، ارتفاع في ضحايا الاطفال. صحيح. هناك ارتفاع في ضحايا في اكثر من 55 سنه. صحيح. معناتها السائق يقدر يكون هو 55 سنه، يقدر يكون هو ولي لهذاك الشخص اللي كان يقود. صحيح. يكونوا ضحايا حادث مرور. نعم. نسبه تاع حوادث المرور ارتفعت ب 7.43%. صحيح. معناتها هناك اكثر من 1400 حادث مرور زياده من من 9 شهور الاولى تاع 2023 2024. رانا نلاحظوا بلي هناك ارتفاع دائما، ما راناش نشوفوا بلي حالات راهي تنقص. معناتها حنايا لازمنا الوعي، نعاودوا نرفعوا من الوعي المروري ونغرسوا في الاذهان تاعنا الثقافه المروريه. صحيح. احترام قواعد المرور، احترام اشارات المرور، تفادي السرعه، تفادي المناورات الخطيره اللي تؤدي لحادث مرور خطير. في التقلبات الجويه السياقه في الحال الصحو وفي الحال الممطر لها خصوصيه. لها خصوصيه، معناتها هادو كل الاسباب اللي تؤدي لحادث مرور لازم نتفاداوها. نتفاداوها، التقليل من السرعه، مراقبه المركبه، الاستعانه بخبير اذا كنا في طرقات ما نعرفوش طريق، هذاك استعانه بخبير او جي بي اس، تكنولوجيا تعاوننا في الطريق. هادو هما اللي نقول لهم دائما السواق، نعاود نذكرهم مع دخول التكنولوجيات. ما احنا في الايام التحسيسيه تاعنا كي نهضروا مع لغه الارقام ونهضروا بالصور ونهضروا، رانا نستعملوا طريقه واحده اخرى هو لو سيميلاتور. نعم. معناتها نعلموا السائق كيفاش راه يسوق في العالم الافتراضي وكيفاش يقدر يتفادى الحادث مرور. هذا اللي يساعد بزاف في الاشخاص هذوما الاطفال حتى السن 17 سنه ويقدر فوق متحصل على رخصه سياقه ويجي يدير معنا في سيميلاتور نظام المحاكاه. نعم. نظام المحاكاه عن بعد، وهذاك النظام الافتراضي يعرف المخاطر. صحيح. يقدر يعرفها هذيك المخاطر وهذا يتفادى بذلك، يحترم قانون المرور ويتفادى حادث المرور. طيب، لكن بلغة الأرقام لازلنا نسجل أرقام جد رهيبة في مجال أو تسجيل ضحايا إرهاب الطرقات، أزيد كما ذكرتم من أو 1700 قتيل، يعني حصيلة كما ذكرتم منذ شهر جانفي إلى يومنا هذا في هذه السنة، لو نتحدث ربما شهريا 150 يعني متوفي شهريا، هي أرقام كبيرة جدا. ألا يستوجب هذا ربما إعادة النظر في نفسية ربما السائق، لأن المدارس اليوم وفي التعليم بالسياقة أكيد تعلم السياقة في شتى محاورها، لكن ربما هناك محور مهم جدا وهو المحور النفسي للسائق. هذا ما ارتقت إليه المندوبية الوطنية للأمن في الطرق عبر برنامجها في 2024 اللي حيتطبق في جانفي إن شاء الله 2025، وهو الرفع من الحجم السائل للسائق. معناتها هذاك السائق اللي راح يتكون اللي كان يجوز 8 سوايع، رفعوا الساعات في الاخر، زادوا دخلوا لهم معرفه المركبه، اساسيات المركبه. معناتها احنا كنا نديروا نروحوا ندوزوا رخصه سياقه، نقراوا هذوك الدروس ونطبقوها نظريا.
تطبقوها، لكن دوك التطبيق تحسي التطبيق تطبيق معناتها هذاك الممرن السياقه يدي هذاك دروس تطبيقيه دروس نعم. تطبيقيه يجيب السياره يعاين العطب اللي فيها اذا شعل له اللي طابلو مع السيارات التكنولوجيا تطورت، ماشي السياره اللي كانت في الالفينات وفي الالف وفي التسعينات راهي تطورت التكنولوجيا معناتها اي سياره تكون تمشي مع التكنولوجيا الجديده يكون عندك انزلاق تقول لك بلي اتونسيون كاين انزلاق حذاري تشعل لك الطابلو يشعل لك الماء يشعل لك الزيت يشعل لك صحيح. لازم هادو مس المتكون لازم يعرف هاد الخاصيات والاساسيات في السياره تاعو يتعلم كيفاش اذا طاح العجله تاعو طاح اون بان في العجله طرطقت له ولا كيفاش يغيرها ما يمشيش بها يزيد يدير حادث مرور صحيح معناتها يتوقف ويدير الاخر تاعو وزادوا دخلنا لهم الاسعافات الاوليه وهي اللي ناكدوا عليها مع السواق تاعنا وخاصه صحيح. مع الممرين في تعليم السياقه وشعار من هنا للمواطنين هو الاسعافات الاوليه لازم كاع نعرفوهم صحيح سائق ولا ماشي سائق لازم كاع نروحوا للحمايه المدنيه راهي فاتحه الابواب تاعها نروحوا نديروا تكوين عندهم اسبوع نتعلموا الاسعافات الاوليه هو ماشي خصوصيه تاعنا في حادث مرور تقدر انت تسلك شخص صحيح بالاسعافات الاوليه تاعك تقدر تنقذ روح انت احنا دائما نقولوا الاسعافات الاوليه ثم الاسعافات الاوليه في الميدان ما بدي يلحقوا اهل التخصص هم الحمايه صحيح. المدنيه صحيح. ونقل الضحيه الى المستشفى استشفائه او القيام بالطبيب هو اللي يقوم بالمعاينه تاعو هو يعرف واش يدير نزيدوا نعاودوا نزيدوا نذكروا ان المندوبيه قامت كذلك مع الوزاره الداخليه بدراسه النقاط السوداء معناتها نعاودوا نشوفوا وين كاين بزاف الحوادث المرور النقاط السوداء اللي نقد تكون هناك بالك في الطريق هناك في الطريق ما كانش ممهلات هناك انجراف تربه او عفسه هذوما اللي النقاط السوداء اللي عاود درستهم مع وزاره الداخليه نعم. وتم مع وزاره الاشغال العموميه تم شحال دراسه 100 اكثر من 117 نقطه سوداء نعم وهناك ثاني تاع الاشارات المرور او الوما لي بلاك هذوك اللي شفنا بلي هناك مناطق فيهم حاوت مرور كثره حاوت المرور عاودوا استعانه بهذوك معناتها اذا كانت لابلاك بعيد على 50 متر عاودوا نقصوا عاودوا شافوا دراسات بلي حذاري 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 ثم تلحق السرعه هذيك في المنحدرات وغيرها من الانفاق وغيرها باسكو رانا نشوفوا عديد من حاوت المرور تصرف في الخروج من الانفاق او دخول الانفاق صحيح احنا دائما نقولوا نعاودوا نوصيوا للسواق تاعنا عند دخول الانفاق او الخروج من الانفاق التقليل من السرعه باسكو ما على بالكش واش كاين من النفق مظلم حتخرج للضو ما على بالكش واش كاين اسكو كاين اون اكسيدون كاين اوبستاكل هذا دائما احنا نعاودوا نذكروا مع هذا مع الاخر واللي قلت لك حسب البرنامج المسطر هذا هو واش كاين نعم طيب وفي الختام سيدة ابو بكر ربما الهدف من احياء اليوم العالمي لضحايا حوادث المرور الهدف من احياء اليوم هو تذكير صحيح التذكير او تقريب المواطن من الارقام الرهيبه التي تسجلها الجزائر في حوادث المرور ولذلك احنا دائما نحب نحيي هذه الايام تحسيس هو على العام طول العام لكن احياء الايام العالميه او الوطنيه لحوادث المرور فهناك تقريب المواطن من الواقع تقريب المواطن من الواقع وتحسيس يعني حتى يعني حوادث المرور او ضحايا حوادث المرور يعني كلنا معنيون يعني كنا رانا معني نقدروا يقدر اي واحد منا يكون هو ضحايا او ضحيه لحادث مرور. احنا دائما نقولوا له توعيه وتخسير التحسيس معناتها احنا نقدروا ضحايا نكونوا حنكونوا ضحايا حادث مرور لذلك كما سبقتي وقلتي نستعين دائما بالارقام والسول باسكو احنا يجوا في الايام التحسيسيه راهم يجونا اشخاص تعرضوا لحادث مرور ونفقدوا احد الاعضاء تاعهم رجلو ولا يده ولا فقد البصر تاعو كي طاح على راسه ولا احنا دائما نقولوا لماذا لا نكون بلد بدون حادث مرور لماذا لا نكون نحن وقايه لانفسنا من حوادث المرور او نلعب دور في حمايه اشخاص اخرين من وقوع في حادث مرور. ربما كلمه ختاميه في هذا الصدد للمواطن لو يشوف فينا لانه اليوم احنا يعني سابقا كنا نديروا ربما ومضات اشهاريه او حتى ايام تحسيسيه نبداو بالناشئه يعني لكن اليوم الكل معني حتى يعني فئه الكبار هم الاكثر ربما معنيون بهذه الحملات التحسيسيه والتوعويه للحد من حوادث المرور. كحملة تحسيسية الكل معنيون من الطفل الصغير الى الكبير باسكو هذاك الطفل الصغير الى ما غرسنالوش ثقافه مروريه راح يصبح سائق لا يليق في صحيح. المستقبل صحيح. لذلك نقولوا حنايا من النشاه تبدا من الطفل الى غايه السائق 70 60 سنه هذا دائما نقول لهم
السواق حذاري ثم حذاري، نفسك غاليه معناتها حافظ على النفس تاعك، واذا قدرت توعي شخص واحد اخر في الحد من حافه المرور اوعي، قال لك رساله من صديقه حتى تقدر تنقذ صحيح ارواح. صحيح لذلك نقول احذر حتى وسائل التواصل الاجتماعي ايضا تلعب دور كبير في الحد من حوادث المرور ايضا. تكنولوجيا الحديثه تلعب دور كبير في الحد من حوادث المرور، لان الرساله مباشره، لاننا نشوفوا من الطفل الكبير رانا كاع نستعملوا في الهاتف اكثر من نستعملوا التلفازه. صحيح لذلك احنا الرساله دائما نستعملوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقع المندوبيه الوطنيه للامن عبر الطرق، كذلك مواقع الدرك الوطني، الحمايه المدنيه، الجمعيات الأكاديمية، وهدايا لتمرير الرسالة لبلوغ إن شاء الله نقول 2025 تكون أنا علينا سنة مربحة إن شاء الله، وتكون علينا إن شاء الله. سنة بدون حوادث مرور، بدون تسجيل ضحايا حوادث المرور. شكرا جزيلا لك السيدة جميلة أبو بكر أذكر، مكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للوقاية من حوادث المرور. شكرا جزيلا لكم. شكرا على الدعوة. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. إلى ملف آخر مشاهدينا، إلى قطاع العمل، وسنناقش دور المفتشية العامة أو دار مفتشية العمل في الحفاظ على حقوق العامل وأيضا آليات الوقاية من المخاطر أو من الأخطار المهنية. للحديث أكثر في الموضوع أسعدوا باستضافة السيد إلياس رحماني، نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. أهلا بك سيدي وشكرا لتلبية الدعوة. صباح الخير سيدتي. أولا وقبل كل شيء وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الدعوة الكريمة والمشاركة في البرنامج، ومن خلالكم نوجه تحية صباحية عطرة لكل مشاهدي قناة الثالثة ومتتبعي برنامج هذا الصباح. شكرا جزيلا سيدي. إذن بداية الحديث عن دور المفتشية مفتشية العمل في ترقية ظروف العمل وأيضا السلامة والصحة المهنية، وأيضا أكثر تفاصيل على المنظومة الوطنية للسلامة وأيضا الصحة المهنية. إذن الحديث حول السلامة والصحة المهنية وظروف العمل هو أمر مهم بما يكتسيه يعني من أبعاد مختلفة، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي. وهنا يجدر الحديث أولا حول المنظومة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بحيث أن الجزائر يعني تكتسي أو تكتسب منظومة ثرية بخصوص السلامة والصحة المهنية، وتتفرع هذه المنظومة أو تتفصل هذه المنظومة إلى ثلاثة جوانب أساسية. أولا الجانب التشريعي وهو المرجع، ثانيا الجانب المؤسساتي والهيكلي، ثالثا الجانب العملي والميداني. نعم. إذن أولا إذا نتحدث على الجانب التشريعي، إذن الجزائر تولي أهمية كبيرة لمجال السلامة والصحة في العمل،
ومن هنا المشرع الجزائري كرس في دستور الجزائر حق السلامة والصحة المهنية في مادته 66. نعم. يعني وهذا منذ في كل تعديلات الدساتير وفي الدستور الأخير 2020 في مادته 66، يعني يكرس حق السلامة في والصحة في العمل. وبعد الدستور تليها التشريع الدولي، وبحكم أن الجزائر عضو فعال في منظمة العمل الدولية، وأن بلادنا يعني ماشية في المسار الدولي لترقية ظروف العمل والحفاظ على السلامة والصحة في العمل، فإن الجزائر يعني صادقت على عدد كبير من اتفاقيات في مجال العمل، وبخصوص السلامة والصحة المهنية يعني على رأسها نتحدث على الاتفاقية الدولية رقم 155 اللي صادقت عليها الجزائر في سنة 2006. نعم. ومن بعد التشريع الدولي والدستور يعني في إطار الهرم القوانين يليها التشريع الوطني. التشريع الوطني فإن المشرع الجزائري يعني فصل موضوع السلامة والصحة المهنية في قانون إطار اللي هو قانون رقم 8807، وبعد هذا القانون يعني يليه عشرات من النصوص التطبيقية والمراسيم التطبيقية والتنفيذية. إذن خلاصة القول في الجانب الأول للمنظومة اللي هو الجانب التشريعي، نعم، أن الجزائر تكتسب ترسانة قانونية جد يعني مفصلة في هذا المجال، وأن القانون الجزائري يكرس السلامة والصحة المهنية أولا كحق لكل عامل في 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 العمل، وايضا هو واجب بنفس الوقت. يعني وهنا الحق والواجب يقع على الطرفين الاساسيين اللي هو العامل ورب العمل. واجب قانوني لرب العمل لتوفير سلامة الصحة المهنية، وحق للعامل لي يعني الاستفاده من الحماية والوقاية في الأوساط المهنية. إذن هذا الجانب الأول اللي هو الجانب التشريعي جيد للمنظومة. الجانب الثاني هو الجانب الهيكلي والمؤسساتي، فإن الجزائر يعني للتطبيق وتنفيذ كل هذه الترسانة القانونية أسست عدة هيكل ومؤسسات تابعة أعظمها معظمها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تلعب أدوار ومهام ثلاثة أساسية. هذه المؤسسات نذكر منها أولا قلنا تلعب ثلاث أدوار في مجال السلامة المهنية. جاي. الدور الأول هو دور الوقاية. جاي. الدور الثاني أو المهمة الثانية هي مهمة التكفل الاجتماعي، ومن ثم مهمة الرقابة، وهنا نتحدث على مفتشية العمل. إذن في بخصوص مهمة أو دور الوقاية، هنا عندنا عدة هياكل معظمها تابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اللي هي هياكل متخصصة في مجال الوقاية، وتوجه نشاطها نحو المستخدمين والعمال. إذا نذكر منها يعني منها مفتشية العمل، مفتشية العمل العمل هو هيكل وقائي عنده دور وقائي وعنده دور آخر. نذكر منها صندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لاكناس، نذكر منها هيئة الوقاية من الأخطاء المهنية في مجالات الأشغال العمومية والري لوبريبات، نذكر منها مؤسسة طب العمل بريستيماد، نذكر منها المعهد الوطني للوقاية من الأخطاء المهنية. كل هذه الهياكل هي هياكل تابعة لوزارة العمل والتشغيل الاجتماعي، تلعب دور الوقاية من الأخطار المهنية. هنا يعني باش نفصله برك، قدر يكون الدور يعني أساسي ووحيد، وقدر يكون لكل هيكل أو يكون دور يعني ثنائي. نجيو للمهمة الثانية بعد الوقاية، مهمة التكفل الاجتماعي. صحيح. وهنا التكفل الاجتماعي نتحدث على مجال التعويض، تعويض يعني منظومة الضمان الاجتماعي. منظومة الضمان الاجتماعي. صحيح. وهذا غني عن التعريف، أن بلادنا يعني يعني عندها منظومة جد متطورة وفعالة في نفس الوقت، والتي تأخذ يعني أو تتكفل
بخاصة هنا نتحدث على الحوادث، حوادث العمل والأمراض المهنية، يعني تعويض المتضررين وأهلهم. يعني وهنا صندوق الوطني للتأمين الاجتماعي اللي يتكفل بهذا الأمر. وأيضا نذكر في مهمة التكفل الاجتماعي نذكر صندوق كاكوبات. الصندوق كاكوبات اللي هو يعني يتكفل بتعويض العطل الخاصة الاستثنائية في مجال البي تي بي اش، وفي حالة يعني التقلبات الجوية وين يكون استحالة استمرار الأشغال، يعني وهذا ثاني جانب من التكفل في مجال السلامة المهنية. وفي درجة ثالثة تأتي مهمة الرقابة. الرقابة وهنا يعني مهمة الرقابة تتكفل بها أساسا المفتشية العامة للعمل، نعم. وكذلك الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية اللي يمارس أيضا من بين مهامه الوقائية والتكفل الاجتماعي، نعم. يمارس أيضا مهام الرقابة، نعم. كل هذه الهياكل بمهامها الثلاثة، الوقاية، التكفل الاجتماعي، الرقابة أيضا، يعني تشكل الهيكل التنظيمي لهذه المنظومة. إذن تحدثنا أولا جانب التشريعي، ثانيا الجانب الهيكلي، وثالثا الجانب العملي أو الميداني. وهنا نذكر يعني السلامة والصحة المهنية، نذكر الفاعلين الثلاثة الأساسيين. الفاعلين الثلاثة الأساسيين أولا السلطات العمومية، وإحنا ذكرناها، نعم. ذكرنا عدة هياكل متخصصة، نعم. المتخصصة في هذا المجال، أدوار، نعم. مختلفة، نعم. والفاعل الثاني هو وهم أرباب العمل، مستخدمين، صحيح. والفاعل الثالث هو العامل. إذن يعني في خلاصة هذا في خلاصة الحديث حول المنظومة الوطنية، أنه السلامة والصحة المهنية هو أو هي مسؤولية أكثر من فاعل واحد، وهنا كل فاعل له دور أو مجموعة أدوار يقوم بها. الهيئات أو السلطات العمومية هاي دار تشكيلة وترسانة قانونية وعندها هياكل وهياكل مختصة. أرباب العمل لهم المسؤولية القانونية في توفير السلامة للعمال، وهذا يقع على عاتق أرباب العمل، صحيح. تحت طائلة متابعة جزائية اللي يعني تحركها مفتشية العمل في إطار ممارسة مهامها. وأيضا العامل هو حلقة لا يستهان، مهمة أيضا، نعم. مهمة جدا، نعم. ولا يستهان بها، أنه لأنه العامل هو الخدام، يعني كما نقوله بالدرجة، هو الأول في يعني في الواجهة الأولى أمام، نعم. الأخطار المهنية، صحيح صحيح. ويعني الأمر مهم جدا أنه يجب على كل الفاعلين أساسا اللي ذكرناهم الثلاثة اللي هم الفاعلين المباشرين يعني يخدموا كيف كيف ويشتغلوا في إطار حوار اجتماعي. الحوار الاجتماعي هنا كاين نوعين، الحوار الاجتماعي الثنائي بين العامل ورب العمل، وهنا لكن دائما كما ذكرتم أن العامل هو دائما هو اللي في الواجهة أيضا، أكيد. أتحدث أيضا عن دور هيئات الدولة أيضا بما فيها مفتشية العمل في ترسيخ، أكيد. ربما ثقافة السلامة والوقاية خاصة في الأواسط، أواسط العمل والأواسط أيضا المهنية، أكيد. هنا على غرار الهيئات المختصة في الوقاية واللي ذكرناها في بمهامها الثلاثة قبل قليل، مفتشية العمل هي هيئة رقابة تحت وصاية سيد وزير العمل والتشغيل والنظام الاجتماعي، يعني وزارة العمل، تمارس مهام الرقابة والتفتيش في مجالات عدة، مجالات العمل العديدة الكثيرة. يعني مفتشية العمل وجهاز ذو اختصاص عام، نعم. ويتكفل بعدة جوانب متعلقة بالعمل،
يعني نتحدثوا على سبيل المثال العلاقات الفردية والجماعية في العمل، النزاعات الفردية والجماعية، اليد العاملة الأجنبية إلى 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 يعني إلى غير ذلك. ومن بين مهامه الأساسية هو مراقبة ظروف العمل وتفتيش ظروف العمل، وهنا مفتشات العمل تتدخل بدورين موازيين أساسيين مهمين، وهذا في إطار مهامها اللي حددها القانون رقم 90/03 اللي يحدد مهام مفتشات العمل. طيب للحديث بقية سيد رحماني، لكن في انتظار ذلك ننتقل بكم مشاهدينا إلى قسم الأخبار وموجز لأهم الأنباء من تقديم الزميل رشيد سواكري. صباح النور رشيد. صباح النور لميا لك ولضيفك الكريم. مشاهدينا الكرام، موعد إخباري بعد قليل. أهلا بكم. بداية، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطف أمس اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. بهذه المناسبة جدد كاتب الدولة الأمريكي تهاني الرئيس جو بايدن لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إثر إعادة انتخابه لعهدة ثانية، كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه على درب تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الحوار الاستراتيجي بينهما، معربين عن تطلعاتهما في أن يتم الحفاظ على هذه الديناميكية والبناء عليها مستقبلا. من جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة وقضية الصحراء الغربية، وكذا مشروع تأسيس عملية أممية لحفظ السلام في هايتي. تنفيذا للحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على مراسم تنصيب علي بوغرة واليا لولاية أدرار. مراسم التنصيب جرت بحضور أعيان الولاية وإطاراتها ومختلف الفاعلين المحليين. مراد وخلال مراسم التنصيب أبرز البعد التاريخي والحضاري للولاية التي استفادت من مشاريع هامة، بينها توسيع وعصرنة خطوط السكة الحديدية، مشاريع من شأنها الدفع بالتنمية بالولايات الجنوبية بما يتوافق واستراتيجية التنويع الاقتصادي. كما أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد على مراسم تنصيب محفوظ بن فليس وليا لولاية برج باجي مختار. مراسم التنصيب جرت بحضور المنتخبين المحليين وأعيان الولاية. وبالمناسبة أكد مراد أن الولاية التي تحمل اسم شهيد باجي مختار كدلالة على وحدة الجزائر وتماسك أبنائها أصبحت ولاية كاملة الصلاحيات، وتم تنصيب جميع هياكلها للمضي في التكفل بانشغالات المواطنين من خلال إطلاق العديد من المشاريع التنموية. مراد شدد أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود على مستوى هذه الولاية الحدودية لتوفير كل الضروريات للمواطن، مع إلاء العناية للبدو الرحل وتكييف المرافق مع نمطهم المعيشي. في ملف الصحراء الغربية، تسجل القضية الصحراوية المزيد من الدعم والتضامن على الصعيد الدولي في ظل تكشف سياسات المخزن غير القانونية في نهب واستنزاف الثروات الصحراوية والتضييق على الشعب الصحراوي بممارسات قمعية باتت محل إدانة واستهجان من قبل المنظمات الإنسانية، حيث خرج آلاف المتظاهرين بالعاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة بوقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب. المظاهرات نظمت بالتنسيق مع تنسيقية البوليزاريو، بالإضافة إلى جمعيات الجالية الصحراوية وأصدقاء الشعب الصحراوي في مختلف العواصم الأوروبية. في تطورات حرب الإبادات الوحشية على قطاع غزة، سقط فجر اليوم 4 شهداء بينهم طفلان في قصف استهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. يتزامن هذا مع قصف مدفعي متواصل وإطلاق للنار يستهدف بيت لاهيا شمالي القطاع. هذا فيما ارتكب الطيران الحربي الصهيوني يوم أمس مجزرتين في بيت لاهيا ومخيم الشاطئ، وكانت الحصيلة ثقيلة تجاوزت 100 شهيد
وعشرات المصابين. في أخبار الرياضة، اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم مشوار تصفية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بفوز ثمين وعريض على نظيره المنتخب الليبري. مباراة بخمسة أهداف احتضنها ملعب المجاهد الراحل حسيني تحمد بتيزي وزو وبحضور جماهيري ملفت ومثالي. وتعد سلسلة اللقاءات بدون هزيمة التي حققتها العناصر الوطنية بمثابة الحافز لرفع المعنويات قبل استئناف تصفيات كأس العالم 2026 شهر مارس المقبل. ختم هذا الموعد الإخباري مشاهدينا، موعد آخر على رأس الساعة. الآن العودة لك لاميا. شكرا لك رشيد، إذن أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من عمر البرنامج، ولازال الحديث حول قطاع العمل، والموضوع كان حول دور مفتشية العمل في الحفاظ على حقوق العامل وكذا آليات الوقاية من الأخطار المهنية. أذكر بضيف السيد إلياس رحماني مدير أو نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. إذن كان الحديث عن دور هيئات الدولة كما ذكرتم بما فيها مفتشية العمل في ترسيخ ثقافة السلامة والوقاية في الأواسط المهنية. أكيد أنه هنا كي نتحدث على ثقافة السلامة والصحة المهنية، كما سبقنا وذكرنا أن موضوع السلامة والصحة في العمل هو موضوع أو يعني أمر مشترك يشاركه أطراف مختلفة. صحيح. وأساسا قلنا هي السلطات العمومية عبر هيئاتها المختلفة، المستخدمين أو أرباب العمل والعمال. إذن كحلقة يعني تشكل حلقة متماسكة، وأن كل طرف يجب يعني عليه أنه يؤدي ويقوم بدوره يعني بأحسن حال لترقية ظروف العمل والسلامة والصحة المهنية. هنا دور ثقافة السلامة، وهذا هو يعني إذا صح التعبير هذا هو التحدي والموضوع الراهن يعني في يعني في الأوساط المهنية في بلادنا الجزائر، أنه يعني نشهد يعني نقص في هذه الثقافة سواء على مستوى المستخدمين أو أرباب العمل وعلى مستوى العمال أيضا. نعم. وهذا أمر لا يستهان به، لأنه ثقافة السلامة المهنية أولا بالنسبة لأرباب العمل، ناهيك عن الواجب القانوني و يعني الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المستخدم، ولكن أرباب العمل يعني لهم يجب يعني أن يحطوا السلامة المهنية كهدف استراتيجي في تسيير وترقية المؤسسة. لأنه كل حادث عمل مثلا أو مرض مهني يكلف سواء على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، يكلف للأطراف الثلاثة، يكلف يعني خزائن الدولة، يكلف للمستخدم. وكاين هناك يعني وبالتالي هنا يجدر الإشارة إلى أهمية ربما الوقاية أو دور الوقاية من حوادث العمل وكذا الأمراض المهنية في التنمية الاقتصادية وكذا الاجتماعية أيضا. أكيد، وهنا كنا نتحدث على يعني المقاربة الاقتصادية. صحيح. والاجتماعية التي يجب على المستخدم وعلى العامل أنهم يتبنوها. رب العمل كيكون كيصرى حادث عمل يعني تحدث خسائر مادية معتبرة للمؤسسة. نعطي مثال صغير، يعني في ورشة عمل معينة ومؤسسة بعد سنين من الاستثمار ومن الجهود ومن إلى آخره، يعني عدم النظر في إجراء وقائي مثلا، معدات كهربائية غير مطابقة مثلا، واللي ما تتكلفش يعني كثير باش نصلحوها. صحيح. هنا قدر يصرى حريق
مثلا سببه الكهرباء. صحيح. وقد يؤدي هنا يؤدي بصحة أو وسلامة العامل من جهة، ويؤدي يعني أو يخلق خسائر مادية تقدر تروح حتى يعني إلى الانهيار الكلي والزوال للمؤسسة. وهذا خطر معتبر جدا يجب على المستخدمين يعني أن يأخذوه بعين الاعتبار. وهناك دراسات علمية حديثة تؤكد أن الاستثمار في مجال السلامة وظروف العمل هو استثمار مربح من 400 إلى 500%. يعني صحيح. لكل دينار واحد يستثمر من طرف رب العمل في تحسين ظروف عمل العمال تاعو هي صفقة مربحة يعني بأضعاف مضاعفة. صحيح. وهذه يعني هذا هو المنطق الذي يعني احنا نحاول نوصله للمؤسسات، خاصة يعني نتحدث على المؤسسات المتوسطة والصغيرة وحديثة النشأة. يعني اما يعني على مستوى المؤسسات الكبرى المهيكلة الموضوع يعني استوعب بدقة بالنسبة للمستخدمين وأرباب العمل. بالنسبة للعمال يعني صح اليوم نشاهد ضعف في ثقافة السلامة عند العامل. صحيح. وهذا ما يؤدي إلى يعني خلق نوع ما من 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 عراقيل لتنمية ظروف العمل. وبالتالي ربما السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ترون اليوم مستوى الوعي، سواء الوعي الفردي أو الجماعي أيضا، والثقافة أو ثقافة السلامة المهنية أيضا؟ هذا ما يعني كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها قلنا وزارة العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي اللي يعني جد يعني جد منخرطة في حريصة أيضا حريصة أكيد هذا حول هذا الموضوع، أنه نحاول بكل الآليات المختلفة وعبر مختلف الهياكل أننا نرسخ هذه الثقافة، لأن السلامة والصحة في العمل ليس فقط يعني مسؤولية السلطات العمومية. أعطي مثال صغير فقط. قبل قليل كنت أشاهد يعني تداولتم السلامة المرورية. صحيح. يعني نعطي مثال صغير، إذا كان من بكري إذا كان الواحد باش يدير لا سنتور دو سيكوريتي تاعو في الطوموبيل حزام الأمان نعم. يديروا غير يعني فقط للبراج ولا لتفادي الشرطة والمخالفات، نعم. هذا يعني مستحيل أننا ننجح. والمراقبة يعني فرض رقابة مهما كانت الرقابة ناجحة مستحيل أن نراقب كل واحد. صحيح. كل فرد على حدة. يعني هنا يلعب الوعي الفردي عند العامل هنا يلعب دوره، لان ايضا في 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 معظم الحالات ايضا نجد حتى العامل انه ولو كان المستخدم يعني رب العمل تاعو لبى المسؤوليه القانونيه تاعو ويعني وفر تدابير ووسائل الحمايه سواء الحمايه الفرديه او الحمايه الجمعيه نلقى يعني تقبل ضعيف من طرف العامل. صحيح. وهذا يعني يشكل عائق كبير سواء للمستخدم أو للمؤسسة وأيضا للمنظومة الوطنية اللي سبقنا أن تحدثنا عليها والأهداف. إذن العامل اليوم العامل الجزائري أيضا هو عنده دور معين يقوم به. صحيح. الدور تاعه محدد في القانون أنه يتقبل ويطبق التدابير الوقائية والحماية اللي يفرضها عليها المستخدم هو تحت طائلة العقوبات التأديبية يعني داخل. صح. المؤسسة. نعم. صح. الخدام ثاني لازم يلعب دوره والمستخدم أيضا لازم يلعب دوره، ويعني وأنه يشوف موضوع السلامة ليس وظروف العمل ليس تكلفة زائدة. نعم. يعني على المؤسسة ولكن استثمار، وحتى يعني هذا بديهي ومنطقي أنه واحد اللي يخدم في ظروف عمل حسنة وإمكانيات يعني إمكانيات السلامة وكذا يعني ترتفع المردودية تاعه في العمل. أكيد. المردودية أكيد. يعني نعم. سواء في الكم أو النوع حتى النوع يعني. وهذه المقاربة
الحديثة اللي احنا يعني حبينا نوصلوها. وفي جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة الجزائرية اليوم مطلوبة أكثر مما سبق، يعني أنها تلعب دورها في تنمية الاقتصاد الوطني ومواكبة هذه الثورة والتحويل، خاصة منذ 2019، يعني النظرة المستقبلية للاقتصاد الجزائري. وأن المؤسسة الجزائرية ليس مطلوبة منها فقط أنها تنتج أو تلبي الاكتفاء الوطني، ولكن مطلوب منها أيضا أنها تروح للتصدير، وهنا للخروج من يعني التبعية النفطية. وهذا الأمر حرصت عليه أعلى سلطات البلاد وعلى رأس السيد رئيس الجمهورية. وهنا المؤسسة اللي تنشط في إطار أخطار مهنية متعددة، يعني راح تخلق مشاكل اجتماعية بالحوادث العمل وأمراض مهنية اللي يعني اللي هو عبء اجتماعي كبير على المجتمع الجزائري. ثانيا أيضا تفقد معايير التنافس، التنافس الوطني والتنافس الدولي. يعني باش نذكروا وهنا يظهر جليا أيضا التزام صاحب العمل أيضا كإجراء وقائي، وأيضا مرافقة حتى المؤسسات في مجال التحسيس، في مجال أيضا التوعية وحتى التكوين أيضا. شكرا جزيلا لكم سيد إلياس رحماني على كل هذه الاستفاضة والمعلومات أيضا القيمة. أذكر نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل، شكرا جزيلا لكم. كل الشكر سيدتي الفاضلة. وهي في حقيقة الأمر أنه الموضوع مشوق وأكثر صحيح. مفصل يعني صحيح. نتمنى أن في ندولوه في فرص أخرى بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، ونحيي مرة أخرى كل مشاهدين قناة الثالثة. شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدين فاصل ثم لنا عودة. إلى ملف آخر مشاهدينا، إلى الحدث الدولي الثقافي واختتام فعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 27 تحت شعار معا أو نقرأ لننتصر، في طبعة إذا ناجحة بامتياز، وهذا من خلال الإقبال القياسي الذي عرفه الصالون وعدة أيضا نقاط أخرى سنتحدث عنها مع السيد محمد إيجر محافظ الصالون الدولي للكتاب. أهلا بك سيدي وشكرا لتلبية الدعوة. شكرا جزيلا على الدعوة. شكرا جزيلا. إذن أسدل صالون الجزائر الدولي للكتاب الستار يوم السبت الفارط 16 من نوفمبر كما ذكرنا في طبعته 27 تحت شعار معا لننتصر. إذن هي 10 أيام من النشاطات البارزة أيضا عرفها الصالون.
حقيقة، وتوجت هذه الطبعة بحفل توزيع لأول مرة لجائزة كتابي الأول. نعم. وهي في دورتها الأولى، يعني في دورتها الأولى. جيد. للكتاب الشباب الذين لا يقل عمرهم على 50 سنة، معذرة، على 35 سنة. نعم. وكذلك جائزة أحسن جناح نعم. لدولة قطر الشقيقة. دولة قطر نذكر فقط التي كانت هي ضيف شرف هذه الطبعة أيضا. حقيقة. نعم. حقيقة كانت دورة رائعة للغاية، دورة مميزة للغاية، أولا بالحضور الغفير، بالإقبال المنقطع النظر اللي شفناه هذه السنة والذي لم نشهده في السنوات الفارطة، وسجلنا في الحق أكثر من 5 ملايين زائر. نعم. منه يعني الحين 20% لهؤلاء الذين يدخلون ويخرجون يوميا من الأجنحة، سواء تابعين لمؤسسات يعني النظافة أو الأمن أو نعم. أو هؤلاء الزوار. نعم. فوالا وما ووصلنا إلى الرقم القياسي هو 4 ملايين و300 زائر، وحقيقة يعني نتيجة رائعة للغاية لم نشهدها، لم يشهدها العالم، صحيح. العالم بأسره فيما يخص معارض الدولية للكتاب، ما أكد مكانة الجزائر الآن في المعارض الدولية كأكبر معرض، صحيح. أو أكبر معرض في العالم بخصوص الإقبال والمشاركة. المشاركة كذلك كانت قياسية، فاتت بكثير، 1000 عارض، بالضبط 1008 عارض من 40 دولة، يمثلون 40 دولة من ربوع المساحة، وأقيم المعرض على مساحة تفوق 23,000 متر مربع. حقيقة معرض رائع، معرض رائع للغاية، وثبت مكانته العالمية، وهذا بفضل مجهودات الدولة الجزائرية. صحيح. صحيح. التي حتى الحفل الذي أقيم أيضا، الذي طبعه أيضا حضور شخصيات بارزة، يعني بداية بوزيرة القطاع أيضا، حتى وفد رسمي من مجلس الأمة، وكذا المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الأعلى أيضا للغة العربية، وسعادة سفير أيضا دولة قطر أيضا، ونخبة من الكتاب والمثقفين الجزائريين، وأيضا النشرين وشركات أيضا، الشركات المساهمة أيضا. حقيقة شهدت دورة 27 لصالون الجزائر دول الكتاب حضور مميز للغاية لقامات أدبية ثقافية تاريخية، سواء جزائرية أو عربية أو في العالم، وكذلك شخصيات تاريخية وسياسية ما شاء الله، وهذا طوال المعرض. صحيح. ودليل هذا، وهذا يدل على اهتمام أولا بالجزائريين كجمهور عام القراء أو مهنيين أو السلطات للبلد بهذا المعرض الكبير، الحدث نعم الأدبي والعلمي أيضا، والعلمي والثقافي. صحيح. والثقافي أيضا. طيب، أيضا ميزة هذه الطبعة سيد إيجر بأنه تميز وسبعينية الفاتح من نوفمبر المجيدة أيضا. حقيقة كما قلنا يعني تزامنت طبعا 27 صالون الجزائر الدولي بذكرى السبعينية لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، وتم تكييف برنامج ثقافي متميز متوازن جهويا لغويا أجناسيا، و شفنا يعني إقبال كذلك رائع على كل المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية التي برمجت خلال هذا المعرض، ونفس الشيء كذلك على كل أروقة وكل أجنحة التي نالت إقبالا رائعا ومن منقطع النظير كما قلنا، والحمد لله. وزيادة على الرقم القياسي اللي فات بكثير، 4 ملايين كما قلت بالضبط، 4 ملايين و300 زائر، كان سجلنا ذروة يوم الجمعة. نعم. 15 نوفمبر، التي كانت ب 826,000 زائر. جيد أيضا، وهذا مؤشر صحيح، هذا مؤشر جميل جدا، صحيح. يدل على أن
الصحة الثقافية الجزائرية بصحة جيدة. الحمد لله. وعكس ما يقال هنا وهناك أن الجزائري لا يحب القراءة ولا يحب الكتاب، بل بعض الجزائري دول الكتاب أثبت العكس تماما أن الجزائري يحب الكتاب ويعتني بالكتاب بكثير. ودليل على ذلك هو الإقبال الرائع اللي عمرنا ما شفناه في السنوات اللي فاتت، وكذلك عبر تلك الحصص حصص التوقيعات التي لعدة كتاب شباب الذين كان عليهم إقبالا رائعا رائعا رائعا، يعني والله حتى يعني بصعب لي أن أعبر على تلك المشاهد الرائعة التي شفناها يوميا في معرض صالون الدولي للكتاب. حتى أنه يعني معرض صالون الجزائر الدولي للكتاب أيضا أثبت دائما أبعاده المتعددة والتي تصب أيضا في خدمة الثقافة اليوم والهوية أيضا الوطنية، وكذا رسم الصورة المشرفة للجزائر من خلال تفاعلها مع العالم أجمع، يعني في مجالات النشر والثقافة والإبداع أيضا. جميل جميل جميل، حقيقة كانت صورة رائعة تدل على أن الجزائر الله يبارك يعني دورها البارز في الساحة الثقافية الوطنية أو العربية أو الدولية بذلك الحضور الغفير لقامات أدبية فكرية وثقافية عالمية طوال هذا المعرض، وذلك الاهتمام الرائع بالجمهور الجزائري بالقارئ الجزائري بالقارئ العربي لكل ما حضره الصالون الجزائري الدولي للكتاب، وأصبح حقيقة محطة مش فقط ثقافية بس ولكن ظاهرة اجتماعية ينتظرها الجزائريون بفارغ الصبر، ومن خلالها يلتقون المثقفين والأدباء والمفكرين، وهذا كله بفضل الكتاب. صحيح صحيح. أيضا ولو نتحدث بلغة الأرقام كما ذكرتم السيد إيجرم، يعني حصيلة هذا الحدث الأدبي العلمي والثقافي هو الإقبال الكبير للجمهور من مختلف ولايات الوطن، خاصة كما ذكرتم 4,300,000 زائر، وتم تسجيل الذروة كما ذكرتم يوم الجمعة، وهذا بتسجيل 800,000 زائر، 863,000 زائر أيضا الصالون عرفة، بالإضافة إلى ندوات ومحاضرات وأمسيات أيضا شعرية وبلاتوهات، خاصة يعني الإعلام كان شارك بقوة من خلال تسجيل بلاتوهات على المباشر ومسجلة أيضا عبر مختلف أجنحة الصالون أيضا. حقيقة الأسرة الإعلامية كانت موجودة بقوة وبامتياز، ومن خلال منبركم الكريم استسمحون أن أتقدم بكل تشكراتي وتشكرات إدارة معرض الجزائر الدولي بهذا الحضور المميز للأسرة الثقافية وبالتغطية الرائعة التي شفناها يعني طوال هذا المعرض، وشكرا جزيلا. نعم نعم، وبالإضافة إلى تلك الندوات كما ذكرتم وخصوصية هذه الطبعة التي تزامنت مع الفاتح من نوفمبر المجيد، كانت هناك برمجة ندوات جد ناجحة، أدوات فكرية وأدبية حول ثورة أول نوفمبر المجيدة وأثرها أيضا على شعوب العالم بمشاركة أسماء كبيرة وطنيا وحتى أيضا دوليا. حقيقة كانت طبعة متميزة للغاية، أولا لتزامنها مع ذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، اللي من خلالها تم تكييف برنامج ثقافي ثري متنوع ومتوازن، وذلك بتوجيهات السلطات العليا للبلاد بمساندة القضايا العادلة في العالم، وكذلك القضية الفلسطينية التي يعني دولة وشعبا تحتضنها يحتضنها الجزائريين، وكذلك القضية الصحراوية كآخر مستعمرة في إفريقيا. نعم. وتم تكييف برنامج ثقافي يتناسب مع هذه التوجيهات، وكانت فلسطين حاضرة بحضور متميز للغاية، وفي كل المعرض في كل زوايا المعرض بأدبائها بمثقفيها بفنانيها، وكذلك خلال برنامج ثقافي ثري يتناول قضية
القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني الأبي، وكذلك قضية الصحراء الغربية والإخوان الصحراويين كانوا موجودين عبر فضاءات جميلة جميلة جدا، وكذلك عبر برنامج ثقافي ثري نشطوه أدباء مثقفين وفنانين من الصحراء الغربية، إلى جانب وجود ضيف شرف اللي هو دولة قطر التي تميزت حقيقة بحضور بارز، وكان على جناحها إقبال رائع للجزائريين وتفاعل يومي شفناه بين المنشطين هذا الجناح والجزائريين الذين كانوا غفرين وبكثرة وبإقبال رائع على جناح القطري. نعم، إذن الصالون كان تحت شعار نقرأ لننتصر. نعم تفضل. كذلك نعم تحت شعار نقرأ لننتصر. نعم. يعني الكتاب جمعنا والقراءة تحررنا أيضا. نعم. كما توجد هذه الطبعة كذلك بتوزيع جوائز لأول مرة، يعني قلنا جائزة الكتابي الأول لهؤلاء الشباب الذين لا يفوق عمرهم على 35 سنة، وذلك تحفيزا وتشجيعا للكتاب الشباب في ممارسة الكتابة وحب الكتاب، وكذلك تحفيز المقروئية في بلادنا. تحفيز المقروئية خاصة في مجال كتاب الطفل أيضا وأجنحة كتب الأطفال التي عرفت أيضا إقبال كبير من طرف الجمهور الجزائري حقيقة أيضاً. الأطفال كذلك كانت لهم حصة أسد، الأطفال والناشئة كذلك. صحيح. ما أن خصص لهم فضاء جميل جدا في جناح أهجار الذي خصصناه للعائلات، بما أن لاحظنا في سنوات الفارطة أن أكثر من 80% من زوار المعرض هم عائلات، وبالتالي لتسهيل لهم إيجاد هذه الكتب الخاصة بالأطفال والناشئة خصصنا جناح كامل في أهجار، وكما قلت تم تخصيص كذلك فضاء خاص بالأطفال، وكان نشيط جدا، كان على والتشيط فيه كان على شكل ورشات. صحيح. القراءة الرسم والكتابة. نعم. تلوين. ونال إقبالا. صحيح. ثاني. صحيح. رائعا. نعم. لم نراه. نعم. في السنوات الفارطة. يعني حبذا لو برمجت أيضا مسابقات للأطفال بمناسبة هذه. نعم لزيادة مسابقات التي برمجت في هذا الفضاء، والتي بدون شكل كتابة قصة أو أحسن رسمة أو كان في أول. نعم. أحسن كتاب في القصة، أحسن. صحيح. ثاني في الرسم. نعم. وكذلك حتى في الحكواتي. نعم. وكان عليه إقبالا رائعا جدا، وكانت عائلات عديدة يعني زارت هذا المعرض، وشفنا يعني فرحة كبيرة لدى الأسر والأطفال والذين كانوا الذين حضروا بقوة في هذه في. نعم. هذا الفضاء اللي كان خاص بفضاء الأطفال. وأيضا الجمهور أيضا استحسن كثيرا حتى الجانب الإلكتروني أو الجانب الرقمي من خلال الخدمات الرقمية والإلكترونية للصالون في هذه الطبعة، الطبعة 27. حقيقة كان حضور رائع عبر المنصات الرقمية للجمهور الجزائري والقراء الجزائري، وخاصة هؤلاء الشبان الذي هي من ظاهرة من ظواهر لم نراها في السنوات الفارضة. هناك حضور للشباب، حضور رائع غفير جدا للشباب، وخاصة الأخوات النساء اللواتي كانت حاضرة بقوة في المعرض، سواء في حصص البيع بالتوقيعات أو في الحصص الخاصة بالبرنامج الثقافي. وكما قلنا هذا مؤشر ودليل رائع بأن القراءة والثقافة عموما في صحة جيدة في بلادنا، والحمد لله. أيضا في أيضا من جهة أخرى كما سجلت أقول القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال صالون الجزائر الدولي للكتاب، من خلال الأدباء الذين حضروا، من خلال أيضا الكتب والندوات حتى والمحاضرات للحديث أيضا عن مقاومة هذا الشعب الأبي أيضا. حقيقة ككل سنة فلسطين الشقيقة حاضرة في صالون الجزائر الدولي للكتاب، ولكن حضور هذه السنة كان مميز للغاية،
ووجود فلسطين في كل زوايا حول مشاركة دولة فلسطين. لكن مشاهدينا نربط بكم الاتصال مباشرة إلى ولاية تندوف، حين يلتحق بنا الزميل عمار طوقين وانطلاق فعالية الأسبوع العالمي للمقاولاتية. صباح النور عمار. تحية صباحية لك زميلتي ولجميع مشاهدي التلفزيون الجزائري. بالفعل تندوف باتت أرضا خصبة لإبداعات الشباب وتلك التي ستحتضنها هذه الولاية الحدودية، التي باتت أيضا هي أرضا للمقاولاتية من شتى الميادين. أقول بعد خاصة بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية مشاريع كبرى استفادت منها ولاية تندوف، بات شباب الولاية أيضا يرقي أداءه المقاولاتي بالتماشي معها بالتوازي مع المشروع الضخم لخط المنجم السكة الحديدية، أيضا عملاق الحديد منجم غرج بلاتات، تأتي آفاق مستقبلية ستقود ولاية تندوف إلى قطب صناعي بامتياز. لذلك أسعده باستضافة السيد والي ولاية ضحى مصطفى الأسبوع العالمي المقاولاتية. نلاحظ مجموعة كبيرة من الشباب، ما هي الأهداف المسطرة من هذا، وتندوف كيف تستقطب هؤلاء الشباب في عالم المقاولاتية؟ شكرا سيدي. بالفعل أن كما أسلفت أن بعد الزيارة تاريخية، زيارتين تاريخيتين لولاية تندوف للسيد رئيس الجمهورية، التي من خلالها أطلق العديد من المشاريع المهيكلة ذات البعد الوطني والدولي والمحلي والجهوي على غرار غارج بيلات، السكة الحديدية، المنطقة الحرة، طريق الزويرات إلى غيرها من المشاريع التي أدرجت في البرنامج لسنة 2024. هذه المشاريع أضفت حركية متسارعة جدا، من حيث أولا خلق مناصب عمل. الآن الحمد لله ولاية تندوف ولات حوض خصب لكل المناصب التي كان يعاني منها الشباب نظرا للعزلة التي كانت في المنطقة قبل الزيارة على السيد رئيس الجمهورية. هذه المشاريع الضخمة اللي هي غرج بيلات، خاصة غرج بيلات السكة الحديدية، أوجدت لدى الشباب في المنطقة حافز هام جدا، هو التوجه نحو أولا إنشاء المؤسسات الصغيرة المتوسطة، الشاب المقاول، المقاولة العائلية إلى غير ذلك. لاحظنا أنه هناك إقبال كبير جدا جدا من الشباب نحو التوجه للاستراتيجية التي أقرها الجمهورية، وهي خلق مقاولات لفائدة الشباب المنطقة. واليوم مع انطلاق العديد المشاريع خاصة من غرج بيلات وإنشاء العديد المصانع المعروفة، كما شاهدتم معنا مؤخرا زيارة المصنع العوارض الحديدية، يعتبر أكبر مصنع من حيث الكمية التي ينتجها 3000 عارضة في اليوم. هذا المصنع كذلك أوجد حافز لدى الشباب، وبالتالي شاهدنا اليوم بالتنسيق مع سواء مع الجامعة، مع التكوين المهني، مع كل المؤسسات التي أنشأتها الدولة في هذا الإطار هذا من أجل مرافقة الشباب، أن الشباب توجه إلى هذا المسعى اللي هو إنشاء مقاولته، ولا يعتمد على ذاته، ولا شاب خلاق، ولا عنده أفاق، ولا عنده طموحات، ولا عنده بعد واستراتيجية في قضية التساير مع هذه الحركية السريعة اللي تعرفها ولاية تندوف. اليوم ولاية تندوف ولات أرض خصبة لكل من يريد أن يستثمر في شتى المجالات التي أولدت هذه المشاريع الضخمة، وهذا هو الهدف الذي كان يتوخى السيد رئيس الجمهورية من خلال إطلاق هذه المشاريع. اليوم راه تشوفوا فنحن اليوم نحيي اليوم العالمي، اليوم الأسبوع العالمي للمقاولاتية، تشاهدوا خلال المعرض وخلال الفعاليات اللي يحتضنها هذا الاحتفال وهذه التظاهرة عدد شاب كبير، عدد الشباب الذين يعني كما نقولها بالعامية مزقوا تلك الشرنقة التي كانت تحيط بهم، وهي العزلة وهي الجمود، وبالتالي توجهوا نحو إنشاء هذه المقاولات الشابة التي أصبحت في شتى المجالات، في الخدمات، في النقل، في الصناعة. شكرا لك سيد ولي. أكيد سنرافق كل هذه الفعاليات على مدار أسبوع كامل الذي ستتخلله أيضا ورشات تدريبية وتكوينية للشباب. الشباب تندوفي بالأمس كان حبيس البحث عن الوظيفة، الآن بات بتندوف مبدعا يرافق الحركية التنموية الكبرى التي باتت تشهدها تندوف.
شكرا جزيلا لك زميل عمار تواجين على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من ولاية تندوف وانطلاق فعالية الأسبوع العالمي للمقاولاتية وعودة إلى الحدث الثقافي الدولي للكتاب وإلى ضيف السيد محمد إيجر محافظ الصالون الدولي للكتاب. نتحدث السيد إيجر عن دائما مكانة الصالون، صالون الجزائر الدولي للكتاب العالمية الرائدة حتى في القارة الإفريقية في الوطن العربي في حوض البحر الأبيض المتوسط أيضا. حقيقة أثبت صالون الجزائر الدولي للكتاب هذه السنة على التوالي أنه الحدث الأكبر يعرفه بلادنا وأكبر معرض دولي في العالم العربي. صحيح. إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وإنه الحدث الحديث الكبير أو الأكبر بأبعاد متعددة تصب كلها في خدمة الثقافة والهوية الوطنية وترسم صورة مشرفة للجزائر في تفاعلها مع العالم وحضورها كذلك في تكريس مواعيد حاسمة. صحيح. تستقطب إليها مختلف الفاعلين في مجال النشر والثقافة والفنون عموما. نعم شكرا جزيلا لكم سيد محمد إيجر بودكر محافظ الصالون الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لكم. والشكر الموصول إلى سيد رئيس الجمهورية أولا. صحيح. الشكر موصول الى السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون لرعايته الساميه. صحيح. لهذا الحدث لصالون الجزائر الدولي للكتاب، وكذلك الشكر كذلك الى السيده وزيره الثقافه والفنون دكتوره سموريه مولوجي على متابعتها اليوميه والحثيثه. صحيح. في تنظيم هذه الدوره، وكذلك الى كل الهيئات الوطنيه والمؤسسات سواء من قطاعات الدوله الدوله سواء من الدرك الوطني، الامن الوطني، ميناء الجزائر، وزاره النقل، الجمارك ايضا الجمارك. نعم. الى كل المشارك الى كل الشركاء الذين رافقونا في هذه الدورة. نعم. لكل هؤلاء والأسرة الإعلامية التي كانت رافقت هذا الحدث بتغطية. نعم. رائعة. جيد. ولهؤلاء كلهم شكرا جزيلا. أشكركم السيد محمد إيجر. بدنا مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. إلى موضوع آخر وملف آخر، إلى ملف الشباب والرياضة والعين اليوم من ولاية نعامة والمشاريع الجديدة التي تدعم بها قطاع الشباب والرياضة بالولاية. أسعد باستضافة السيد عفير جمال الدين مدير الشباب والرياضة لولاية نعامة. أهلا بك سيدي وشكرا لتلبية الدعوة. بك وأهلا سيدتي، شكرا على الاستضافة الطيبة في قناة التالتة. شكرا. يعطينا فرصة لإيصال المعلومة إلى ساكنة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم سيدي. قبل الخوض في الحديث نربط الاتصال مشاهدينا ومواكبة أيضا للحدث افتتاح الأسبوع العالمي للمقاولاتية، ننتقل بكم مباشرة إلى ولاية وهران أين تلتحق بنا الزميلة كاميليا حموم. صباح النور كاميليا. نعم صباح الخير، تحية طيبة معطرة لكم مشاهدينا الكرام متواجدون بجامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا بولاية وهران لنقل فعالية الأسبوع العالمي للمقاولاتية الذي جاء تحت شعار الطريق إلى الابتكار من خلال تعزيز زيادة ريادة الأعمال
نحو التطور العالمي، وأسعد باستضافة السيد صياد نصر الدين مدير مركز تطوير المقاولاتية. سيد، إذا ممكن تحدثوا عن هذه التظاهرة الأسبوع العالمي للمقاولاتية، ما هو الجديد هذه السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف جامعة علوم وتكنولوجيا لوهران يوستو هي اخترت أن تكون المحطة لانطلاق هذا الأسبوع العالمي المقاولاتية على مستوى ولاية وهران، وسيشرف تحت الإشراف المباشر لوالي وهران، وذلك بمشاركة كل الجامعات المتواجدة على مستوى الولاية، ثلاثة الأقطاب الجامعية يوستو، وهران واحد ووهران اثنين، وخمسة المدارس العليا. ستكون محطة لانطلاق فعاليات الأسبوع العالمي الذي سيعرف تظاهرات على شكل ورشات تأسيسية، موائد مستديرة، لقاءات، معارض، وأيضا ستكون فرصة للوقوف على الإنجازات التي قد تمت في الماضي، والتوجهات الجديدة، وشرح والتحسيس بكل الديناميكية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتفعيل كل ما هو مقاولاتية، مؤسسات ناشئة، وهذا سيكب لا محالة للديناميكية الكبرى التي نرمو لها، وهي تفعيل اقتصاد الوطن. نعم، ويحضر معي أيضا طالب مؤسسة ناشئة، إذا ممكن تحدثوا عن تجربتك. إذن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم وتحية المشاهدين الكرام. بنريس محمد، المؤسس والمدير العام لشركة ألغارا الناشئة. ألغارا هي شركة تكنولوجية تقوم بتطوير حلول رقمية لحل مشاكل اليومية التي يعاني منها الأفراد والشركات، موطنة على مستوى حاضنة أعمال جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. من بين حلولنا برنامج ريستو الذي يهدف لإدارة المطاعم بطريقة مبتكرة وبهدف تقليل أوقات الانتظار للزبائن. نحن حاصلين على علامة مشروع مبتكر في مارس 2023، وقد تحصلنا أيضا على علامة مؤسسة ناشئة في سبتمبر 2024. وشكرا. شكرا لك. إذن هي فرصة للطلبة الشباب لتطوير المهارات المقاولاتية. للعلم أيضا سيتم خلال هذه الفعالية تسليم أكثر من 200 شهادة للطلبة حاملي مختلف المشاريع في الموسم الجامعي السابق، والتظاهرة لا تزال مستمرة على مدار 7 أيام القادمة. شكرا لك يا زميلة كاميلي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من ولاية وهران وافتتاح فعالية الأيام العالمية للمقاولاتية. وعودة إلى ضيفي السيد عفير جمال الدين مدير الشباب والرياضة لولاية النعامة، نتحدث عن ربما المشاريع الواعدة التي تعرفها ولاية النعامة وأيضا مديرية الشباب والرياضة، بداية بربما دار الشباب ببلدية مشرية. نعم سيدتي، إذن هذه المشاريع لأتممنا كل الإجراءات إن شاء الله سوف تنطلق عن قريب إن شاء الله. هنا يعني نلاحظ أن الدولة ترافق دائما، ترافق بالمنشآت الشبانية أو التربوية أو كل المنشآت اللي ترافق يعني الساكنة. نعم. هذا حي جديد اللي هو حي 540 مسكن في بلدية المشرية. إذن هنا الدولة تجسد مجهودها بإنشاء هذه المؤسسات اللي بغض النظر عن المؤسسات التربوية، مؤسسة الشباب والرياضة اللي هي تعمل على ملء وقت الفراغ للشباب بإيصال رسالة تربوية، رسالة مواطنة، رسالة أخلاق، رسالة مرافقة. إذن هذه الفضاءات فضاءات مهمة جدا، مهمة جدا، والدولة الجزائرية تحرص على يعني تعميمها على مستوى كل الولاية. وولاية النعامة هي ضيفتنا اليوم. نعم سيدي. طيب، كما ذكرتم بداية بدار الشباب لبلدية مشرية. إن شاء الله دار الشباب لبلدية المشرية، واللي تعد رابع مؤسسة لتستفاد منها هذه البلدية. يعني نعم. يعني نعطوا حوصلة برك خفيفة. نعم. أن ولاية النعامة موجود بها 26 مؤسسة شبانية، منها 6 بيوت شباب. يعني تزخر بمنشآت شبانية وكذلك منشآت رياضية، اللي تعد ب 15 منشأة رياضية، منها 3 ملاعب
كبرى على مستوى النعامة والمشاريع وعين الصفراء، وكذلك ثلاث قاعات متعددة الرياضات في ثلاث بلديات، ويتواجد على مستوى كل بلديات قاعة متعددة للرياضات أو دار شباب أو بيت شباب. يعني الحمد لله عندما تتوجهي في ولاية نعامة لا يوجد فوارق، لا يوجد فوارق بين يعني البلدية المتواجدة في مقر الولاية أو بلدية حدودية للولاية. نعم نعم، بالإضافة أن البلدية أيضا تعززت بمنشأة أخرى في مجال أو في مجال الشباب والرياضة، مضمار ألعاب القوى أيضا. نعم، وهذا المشروع الثاني اللي استفادت منه بلدية المشرية. لماذا مضمار ألعاب القوى اللي كان يعني طلبة؟ لأن الولاية اللي لاحظناه فيها أنها تسخر بالمواهب، بالمواهب الشبانية والرياضية. نعم. وما لاحظته منذ تنصيبي على رأس الولاية أنها توجد يعني طاقة كبيرة للشباب، خاصة في مجال يعني مضمار ألعاب القوى. نعم. ألعاب القوى عذرا. لذلك يعني تبعا لاستراتيجية القطاع في يعني إنجاز هذه المنشآت وتطوير هذه الرياضة للوصول يعني بهذا الشباب إلى أن يكون أبطال، كذلك الوصول الاحترافية لما لا. صحيح. يعني هذا هو المهام القطاع، هي المرافقة، هي إرساء يعني المبادئ العامة للتكفل بها الشباب. جيد. أيضا كما تم تعززت أيضا الولاية بمسبح أيضا بلدي، أيضا مسبح الجواري لبلدية مقرار أيضا. مقرار كذلك تكملة لهذه المشاريع. يعني إن شاء الله سوف تنطلق الأشغال للمسبح الجواري على مستوى بلدية مقرار، اللي هي كنا حسبوا المسابح حاليا المتواجدة على مستوى شبه أولمبي أو لا مسبح جواري، مسبح جواري ليس شبه أولمبي. الولاية تسخر بثلاث مسابح شبه أولمبية على غرار مسبح، على غرار مسبح. وكذلك يوجد يعني كنا حسبوا العدد تاع المسابح المتواجدة على مستوى الولاية هو في حدود 14 مسبح جواري، وكذلك ثلاث مسابح شبه أولمبية، وكذلك أحواض سباحة. يعني وهذا المسبح إن شاء الله اللي سينجز اللي خاص ببلدية مقرار هو المسبح، يعني هنا يكون يعني على مستوى كل بلديات يكون مسبح جواري، وهذا تبعا لتعليمات السيد والي الولاية. صحيح صحيح. اللي كان يأكد أننا يجب علينا إزالة كل الفوارق، استفادة كل ساكنة على مستوى كل بلديات بالمنشآت الشبانية والرياضية على غرار المنشآت التربوية اللي هي محطة إجبارية. صحيح. الفرق بينها وبين قطاع الشباب والرياضة أننا محطة اختيارية. نعم نعم، بالإضافة إلى أيضا تعززت بلدية تيوت أيضا بقاعة متعددة الرياضات أيضا. نعم كذلك، وهذا تكملة كذلك لمجهود الدولة في التنمية وفي يعني إنجاز هذه المنشآت. إن شاء الله سوف تنطلق كذلك قاعة متخصصة للرياضة ببلدية تيوت، اللي هي تعد منطقة سياحية. صحيح. توجد بها الواحد تيوت، وهنا كنزيد إن شاء الله نزو هذه القاعة المتخصصة، يعني تصبح بلدية تيوت فيها بيت الشباب وفيها دار شباب وفيها قاعة متخصصة للرياضة. نعم. وكذلك مسبح جواري. جيد. يعني عندها يعني مختلف المنشآت ليستفاد منها. نعم. شباب المنطقة الشباب. وكذلك الزوار ليتجهون إلى المنطقة السياحية. نعم. لمنطقة تيوت. نعم. طيب أيضا هناك ثانوية رياضية أيضا لبلدية عين الصفراء أيضا. نعم كذلك. نعم. وهي مشروع كبير جدا، مشروع اللي هو يعد مشروع واعد أيضا بالنسبة للبلدية والولاية أيضا، وكذلك هو مشروع يعني جهوي، نقدر نسموه مشروع جهوي، اللي إن شاء الله بعد إنجاز تاعه ليفتح المجال للشباب للتسجيل في الثانوية الرياضية، ويكون عندهم يعني مسار تكويني رياضي تكويني ليوصلوا به إلى المعاهد العليا تاعنا
باش يكونوا إطارات إن شاء الله في الرياضة. يعني الهدف منه أننا تكون سلسلة مرافقة منذ الابتدائي إلى غاية الوصول إلى الثانوية الرياضية. نعم. واكتشاف المواهب الشابة، تخصصات، اكتشاف المواهب، اكتشاف النخب أيضا. نعم. هذا هو الهدف. نعم. نكتشف النخب، وكذلك يكون عندهم الشباب هذوما يكون عندهم مسار مهني واضح وواعد. نعم. طيب، واقع قطاع الشباب والرياضة في بلدية النعامة أيضا من خلال استراتيجية القطاع ودورها في تدعيم قطاع الشباب والرياضة. نعم سيدتي، الواقع أننا عملنا على إرساء استراتيجية واضحة في إطار التكفل باحتياجات الشباب، لأن كما ذكرت سالفا أن قطاع الشباب والرياضة هو محطة اختيارية وليست إجبارية. إذن يجب أن تكون نشاطات لتقدم إما في الرياضة أو في مجال الشباب، أنها نشاطات مستقطبة للشباب. صحيح. مستقطبة للشباب وتلبي رغبات الشباب. لأن الشباب حاليا الشباب يريد أن نستمع له، يريد أن نكلمه، يريد المرافقة. المرافقة. نعم. يريد أن نفتح له الأبواب، نهيئ الفضاءات لحسن الاستقبال. وهذا عملنا عليه منذ يعني سنة من تنصيب على مستوى الولاية بمرافقة السيد ولي الولاية، اللي عطانا كل الإمكانيات باش نتكفلوا جيدا باحتياجات الشباب ونلبي رغباته في إطار النشاطات الشبانية والرياضية. طيب، بلغة الأرقام ربما عدد المنشآت كحوصلة التي تسخر بها الولاية، المنشآت الرياضية حاليا عندنا 15 منشأة رياضية، يعني تفوق عدد البلديات، وكذلك ثلاث ملاعب كبرى على مستوى البلديات الكبرى اللي هي نعامة ومشرية وعين الصفراء. المسابح ذكرتهم سالفا بغض النظر عن المشاريع الجديدة التي سوف تنطلق، كذلك دور الشباب ومركبات الجوارية عندنا 20 منشأة شبانية، وكذلك 6 بيوت شباب. يعني كن نديروا حوصلة ونقارنوا بين عدد ساكنة في الولاية وعدد المنشآت، فالحمد لله كاين يعني اكتفاء. لكن حنايا باش يعني نجسدوا تكافؤ الفرص وإزالة الفوارق بين كل المناطق، لأن يوجد قرى يوجد. صحيح. يعني نكملوا في هذه الديناميكية لإعطاء يعني الفرص لكل الشباب، ويكون تكافؤ في الاستفادة بالنشاطات الشبانية والرياضية على مستوى الولاية، وإعطاء الفرصة للمواهب. صحيح. اكتشاف المواهب وإيصالهم إلى إن شاء الله أنهم يكونوا أبطال، أنهم يكونوا يعني محتضنين من طرف قطاع الشباب والرياضة. لبلا. نعم. طيب، عدد ربما المنخرطين في مختلف الرياضات ومختلف المنشآت الرياضية أيضا. حاليا يعني الشباب في مجال الشباب نقدروا وصلنا إلى حوالي 8500 منخرط في مختلف النشاطات الشبانية. في المجال الرياضي هو دائما يعني الرياضة تكون أكثر من شقه الشباني، يعني رانا واصلين 14000 منخرط في كل يعني الرياضات المختلفة على مستوى المؤسسات الشبانية بما فيه النوادي الرياضية اللي راهي متواجدة بالولاية. طيب، ماذا عن البرامج الجديدة آفاق 2025؟ إن شاء الله بالنسبة لولاية النعامة. نعم إن شاء الله. نعم. سيداتي، يعني قبل ما نروحوا البرامج المستقبلية، احنا هذا العام باش نخبر سيدتي أن ولاية نعامة استقبلت بطولتين وطنيتين، الأولى في كاراتيدو والثانية في الكامبو اللي هي رياضات قتالية. نعم. اللي كانت فرصة بلي نوري بلي هذه الولاية قادرة على استقبال تظاهرات وطنية كبرى على غرار الولايات الكبرى المتواجدة بالوطن. هذه البرامج اللي قدمت طيلة هذه السنة، كذلك الاحتفالات بسبعينية أول نوفمبر، أين كان نوفمبر. استعراض كبير جيد. يعني قدم بهذه المناسبة وبشراكة مع كل القطاعات. مستقبلا إن شاء الله سنحضر يعني
من آخر سنة برنامج كبير اللي إن شاء الله يكون على مستوى منطقة تيوت اللي هي سياحة شبانية، يعني نديروا برنامج كما درنا العام الماضي. نعم سيدتي، درنا البرنامج هذا العام الماضي وكان يعني عنده رواج كبير وجاونا من كل الولايات، وإن شاء الله هذا العام إن شاء الله نعود نديروا نفس البرنامج، لكن رايحين نأكدوا على السياحة الشبانية. السياحة الشبانية أن المنطقة تزخر بمناطق سياحية يعني مميزة، والناس هذه الفرصة تكون سانحة من أجل يعني ترويج للمعالم السياحية المتواجدة بالولاية. بالولاية نعم. طيب أيضا هناك عملية تهيئة بالنسبة لمؤسسات شبابية على مستوى الولاية أيضا. حاليا عملية تهيئة متواصلة متفاوتة النسب على مستوى كل المنشآت الشبانية والرياضية، اللي إن شاء الله راح تعطي دفعة جديدة وصورة جديدة لهذه المنشآت. وكذلك كما ذكرت سالفا أننا يجب أن نهيئ الفضاءات اللي تلزمها الشباب واللي تليق به باش يلقى روحه في أريحية ويقدر يعبر عن قدراته عن مواهبه، وهذا هو الهدف من قطاع الشباب والرياضة، التأطير الجيد، المنشأة الفضاء المهيئ جيدا، النشاط يعني المدروس في أهدافه التربوية وأهداف المواطنة وأهداف المرافقة، هذا هو الدور تاعنا. إن شاء الله من الآخر سنة تكون الفضاءات كلها مهيئة لاستقطاب الجيد لشباب المنطقة ولما لا للزوار اللي يجيونا للولاية إن شاء الله. إذن هي مشاريع وقاعدة ستتعزز بها مديرية الرياضة والشباب لولاية النعامة. كما ذكرتم مشروع مضمار ألعاب القوى وأيضا دار الشباب لبلدية مشرية وعدة مشاريع أخرى أيضا. أشكرك السيد عفير جمال الدين، إذن مدير الشباب والرياضة لولاية النعامة، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستفادة والحضور. العفو سيدتي وشكرا للاستضافة. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا ننتقل بكم إلى قسم الأخبار. نعم، لكن قبل هذا فاصل ثم لنعود. إذن مشاهدينا ننتقل بكم إلى قسم الأخبار وموجز لأهم الأنباء من تقديم الزميلة سهيلة دغموم. صباح النور سهيلة. صباح الخير لاميا، صباح الخير مشاهدينا. موجز إخباري بعد الفاصل. موجز العاشرة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. بهذه المناسبة جدد كاتب الدولة الأمريكي تهاني الرئيس جو بايدن لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إثر إعادة انتخابه لعهدة ثانية، كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه على درب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الحوار الاستراتيجي بينهما، معربين عن تطلعاتهما في أن يتم الحفاظ على هذه الديناميكية والبناء عليها مستقبلا. ومن جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة وقضية الصحراء الغربية، وكذا مشروع تأسيس عملية أممية لحفظ السلام في هايتي. تنفيذا للحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولات والولات المنتدبين التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على مراسم تنصيب علي بوقرة واليا لولاية أدرار. مراسم التنصيب جرت بحضور أعيان الولاية وإطاراتها ومختلف الفاعلين المحليين. مراد وخلال مراسم التنصيب أبرز البعد التاريخي والحضري للولاية التي استفادت من مشاريع هامة، بينها توسيع عصرنة خطوط السكة الحديدية ومشاريع من شأنها الدفع بالتنمية بالولايات الجنوبية بما يتوافق واستراتيجية التنويع الاقتصادي.
كما أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على مراسم تنصيب محفوظ بن فليس واليا لولاية برج باجي مختار. مراسم التنصيب جرت بحضور المنتخبين المحليين وأعيان الولاية، وبالمناسبة أكد مراد أن الولاية التي تحمل اسم الشهيد باجي مختار كدلالة على وحدة الجزائر وتماسك أبنائها أصبحت ولاية كاملة الصلاحيات، وتم تنصيب جميع هياكلها للمضي في التكفل بانشغالات المواطنين من خلال إطلاق العديد من المشاريع التنموية. مراد شدد أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود على مستوى هذه الولاية الحدودية لتوفير كل الضروريات للمواطن، مع إلاء العناية للبدو الرحل وتكييف المرافق مع نمطهم المعيشي. في ملف الصحراء الغربية، تسجل القضية الصحراوية المزيد من الدعم والتضامن على الصعيد الدولي في ظل تكشف سياسات المخزن غير القانونية في نهب واستنزاف الثروات الصحراوية والتضييق على الشعب الصحراوي بممارسات قمعية باتت محل إدانة واستهجان من قبل المنظمات الإنسانية، حيث خرج آلاف المتظاهرين بالعاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة بوقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب. المظاهرات نظمت بالتنسيق مع تنسيقية البوليزاريو بالإضافة إلى جمعيات الجالية الصحراوية وأصدقاء الشعب الصحراوي في مختلف العواصم الأوروبية. في تطورات حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، سقط فجر اليوم 4 شهداء بينهم طفلان في قصف استهدف خيمة ونازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. يتزامن هذا مع قصف مدفعي متواصل وإطلاق للنار استهدف بيت لاهيا شمالي القطاع. هذا فيما ارتكب الطيران الحربي الصهيوني يوم أمس مجزرتين في بيت لاهيا ومخيم الشاطئ، وكانت الحصيلة ثقيلة تجاوزت 100 شهيد وعشرات المصابين. في أخبار الرياضة، اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم مشوار التصفية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بفوز ثمين وعريض على نظيره المنتخب الليبيري، مباراة ب5 أهداف احتضنها ملعب المجاهد الراحل حسين أيت أحمد بتيزي وزو بحضور جماهيري ملفت ومثالي. وتعد سلسلة اللقاءات بدون هزيمة التي حققتها العناصر الوطنية بمثابة الحافز لرفع المعنويات قبل استئناف تصفيات كأس العالم 2026 شهر مارس المقبل. وبهذا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا على المتابعة، نلقاكم في تمام 11 بحول الله. عودة لزميلة لميا. بحول الله سهيلة، أيضا أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثالثة من عمر البرنامج إلى موضوع آخر وملف آخر، إلى ملف قطاع الجمارك، وسنناقش واقع وآفاق الرقمنة لدى قطاع الجمارك الجزائرية وجديد أيضا خدمات البوابة الإلكترونية لنظام المعلوماتي الجديد. الحديث أكثر في الموضوع وللاستفادة في الموضوع أسعد باستضافة المراقب العام رئيس رضوان بوطالب مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك، رئيس أيضا مشروع رقمنة الجمارك الجزائرية. أهلا بك سيدي وشكرا لتلبية الدعوة. شكرا، بسم الله والصلاة على النبي رسول الله. تحية للمشاهدات والمشاهدين الكرام، أشكركم على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا، أهلا بكم. إذن بداية الحديث سيدي حول واقع وأفاق الرقمنة لقطاع الجمارك الجزائرية، أيضا جديد الخدمات الرقمية أيضا التي تقدمها قطاع الجمارك. شكرا. رقمنة الجمارك تعتبر ضمن أولويات السلطات العمومية. رقمنة الجمارك ترتكز على عدة محاور رئيسية. صحيح. اليوم الحمد لله إدارة الجمارك تمكنت من إعادة بناء البنية التحتية التكنولوجية عبر تطوير وإنجاز مركز بيانات جديد ومركز بيانات يعني رئيسي واستدراكي. كذلك مصالح الجمارك تمكنت من تطوير شبكة الاتصالات عبر الألياف البصرية وتوسعتها يعني لتشمل جميع المكاتب والمراكز يعني الجمركية. كذلك فيه تطوير لشبكة الاتصالات الفضائية عبر إنجاز محطات ثابتة
ومتحركة يعني تشتغل بالقمر الصناعي الجزائري الكومبسات واحد، وبالتوازي فيه محور ثالث بالنسبة لرقمنة الجمارك اللي هو تطوير البرمجيات. اليوم مصالح الجمارك يعني تمكنت الحمد لله من تطوير نظام معلوماتي جديد تم إطلاقه عشية الفتح من نوفمبر 2023 عبر مكاتب يعني نموذجية، وفي سنة 2024 تم تعميمه على جميع المكاتب والمراكز الجمركية. نظام معلوماتي جديد تم إعداده وتطويره وفق أحدث التكنولوجيات المتاحة، ويقدم عدة خدمات رقمية للمتعامل الاقتصادي أساساً لمختلف يعني مستخدمي إدارة الجمارك ومرتفقي المصالح الجمركية. نعم. اليوم فيه تطور وتقدم محترم بالنسبة لرقمنة المصالح الجمركية والخدمات اللي تقدمها المصالح الجمركية عبر النظام المعلوماتي الجديد الذي سمي ألساس Algerian Customs Electronic System. جيد. طيب بداية نتحدث عن ربما الخدمات الرقمية المقدمة من طرف قطاع الجمارك الجزائرية. بالنسبة للخدمات الرقمية، في خدمات مقدمة لمستخدمي إدارة الجمارك مستخدمي المصالح الجمركية، وفي خدمات مقدمة يعني للمتعاملين الاقتصاديين. بالنسبة للمتعامل الاقتصادي اللي هو أساس يعني النظام المعلوماتي للجمارك، الآن فيه ما يسمى بالأنظمة الفرعية اللي تسمح بالجمركة الإلكترونية، الجمركة عن بعد، اكتتاب التصاريح الجمركية عن بعد وتحميل يعني الوثائق اللي تشكل ملفات الجمركة عن بعد بصفة إلكترونية. نعم. دون العناء يعني للذهاب للمكاتب الجمركة. العملية تم يعني عن بعد عن طريق المصرح الجمركي اللي هو الممثل القانوني للمتعامل الاقتصادي. فيه عدة خدمات يمكن نتكلموا على بالنسبة للدفع الإلكتروني. النظام المعلوماتي يتيح عملية الدفع الإلكتروني للمتعامل الاقتصادي للحقوق والرسوم الجمركية، كذلك يتيح عملية يعني الكتابات المحاسبية بصفة إلكترونية. فيه عدة خدمات فيما يخص تسيير الشحن، فيه نظام معلوماتي وحدة معلوماتية تخص أو تختص بتسيير الشحن، تسمح باكتتاب تصاريح الحمولة وكذلك تتبع وضعية البضائع يعني في حينها. في عدة خدمات وتسهيلات عبر النظام المعلوماتي للجمارك. في بداية من الفتح من نوفمبر الحمد لله تم إطلاق نظام يعني هذا نظام جديد، نظام معلوماتي خاص بالمسافرين الذي أطلق كما ذكرتم الفاتح من نوفمبر الجاري. طيب ما هي الفوائد أو الإضافة التي أضافها والتسهيلات أيضا التي قدمها هذه أو التي تقدمها هذه المنصة؟ حقيقة تم بعث وإطلاق منصة رقمية تختص بالإجراءات الخاصة بالمسافرين، أهمها تصريح بالعملة والأشياء ذات قيمة اللي يجيبها يعني المسافر سواء كان داخل التراب الوطني أو مغادر للتراب الوطني. فيه سندات العبور بالنسبة للسيارات اللي تخص المسافرين. الآن يمكن للمسافر أنه بعد الحصول على حساب استخدام للنظام المعلوماتي أنه يقوم بتحضير تصريح العملة صعبة قبل ذهابه للمطار أو قبل ذهابه للمحطة البحرية يعني مغادرة الوطن في الاتجاهين. كذلك يمكنه أنه يحضر سند العبور للسيارة، يحضره قبل لا يوصل للمكتب الجمارك، وعلى مستوى مكتب الجمارك يكون فيه ربح كبير للوقت. صحيح. وتكون عملية المراقبة الانتظار أيضاً. معاناة الانتظار تكون يعني تخفيف كبير لهذا الانتظار وتسهيل للعملية. جيد. في الفترة الأولى عارفين أنه المسافرين يمكن كاين اللي ما يقوموش بإعداد وطلب ما يسمى بحساب المستخدم، راح تكون فيه مرافقة يعني من طرف مصالح الجمارك في فترة حتى أنه يعني نوصلوا لمرحلة وين المسافر هو اللي يقوم بإعداد تصريحه قبليا
قبل لا يوصل للمحطة البرية أو البحرية أو المطار، يعني المحطة الجوية. كذلك من خلال هذه المنصة يعني راح يسهل العمل حتى المصالح الجمارك من ناحية تتبع البيانات الخاصة بالمسافرين، وعندها فوائد جمة. فيه كذلك خدمات راح نوصلوا لها يعني عن قريب الخاصة بالمسافرين، يعني عن قريب إن شاء الله نشتغلوا الآن على التجارب الخاصة بها، خاصة ما تعلق بالتصاريح الخاصة بالسيارات مثلا اللي يجيبها المسافر يعني عند اقتنائها من الخارج. الإجراءات الجمركية راح يكون فيه تسهيل، ومن خلال هذه المنصة يعني نفس المنصة الرقمية الخاصة بالمسافرين. نعم نعم. طيب نتحدث أيضا عن تحديات الأنظمة المعلوماتية وقضية أيضا ربط التبادل خاصة البيئي في مجال يعني الرقابة الآلية أيضا. حقيقة حتى نوصلوا للنجاعة، نجاعة كبيرة للنظام المعلوماتي، لابد من ربط النظام المعلوماتي الجمارك مع الأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات الرسمية، الإدارات والمتدخلين الآخرين اللي عندهم صلة بعمليات التجارة الخارجية، العمل الرقابي أو تسهيلات. نتكلم على التراخيص الإدارية بالنسبة للعمليات الاستيراد وحتى التصدير، في بعض الأحيان فيه تراخيص إدارية مطلوبة. حاليا يمكن في معظم الأحيان يتم طلب تراخيص بصفة ورقية، يعني بصفة كلاسيكية، وهذا يؤثر على المتعامل الاقتصادي، ويعني يؤثر حتى على التكاليف والوقت اللازم للإجراءات. جيد. العملية لا تخص الجمارك فقط، وإنما تخص الإدارات والهيئات الأخرى. في حاليا عمل على تطوير وتكملة النظام المعلوماتي ألساس من خلال إعداد منصة رقمية تختص بمعالجة التراخيص الإدارية. جيد. عندنا ما يقارب من 100 ترخيص إداري مطلوب بالنسبة لمختلف الحالات، يعني مختلف الأنظمة الجمركية، مختلف البضائع. لما نوصلوا إلى عملية الربط البيني بين إدارة الجمارك والهيئات الإدارية الأخرى من خلال هذه المنصة، راح يكون فيه يعني تكفل بصفة إلكترونية وآنية. نعم. نعم. حتى تبادل المعطيات والوثائق يكون بين الهيئات الرسمية للبلاد ويعني مصالح الجمارك بصفة إلكترونية وآنية، حتى صحيح. من ناحية الغش مثلا راح تكون فيه يعني آليات لتصدي مثلا لحالات الغش بصفة ناجعة، إضافة إلى تسهيلات، لأنه الهدف الكبير من الرقمنة هو الوصول إلى تسهيل الإجراءات للمتعامل الاقتصادي ويعني مختلف مستخدمي ومرتفقي المصالح الجمركية. الآن انطلقنا في الفترة الأخيرة في التجارب الأولية بالنسبة للمصالح التابعة لوزارة التجارة، وكذلك المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. نعم. لأنه عندنا عمل كبير يعني بين مصالح الجمارك وهذه المصالح اللي نتكلم عليها على مستوى الحدود في إطار مراقبة يعني التدفق البضائع على مستوى الحدود. اليوم عندنا تقدم محترم فيما يخص عملية الربط بين نظام المعلوماتي للجمارك وكذا مختلف هذه المصالح اللي تكلمت عليها، وعندنا هدف أننا يعني نوصلوا إلى الربط مع مختلف الهيئات. عندنا مثلا وزارة مصالح وزارة الصناعة، الهيئات التي تعملون معها بالتنسيق في إطار مراقبة عمليات التجارة الخارجية. نعم. لأن المتعامل الاقتصادي كما سبق وذكرته يحتاج إلى تراخيص، يعني صحيح. فيما يخص صحيح. مثلا البضائع الحساسة يحتاج إلى تراخيص إدارية خاصة. لما يعمل بصفة ورقية وبصفة كلاسيكية يعني يكون فيه تأثير على مسار الجمركة. سنرجع ونفصل في هذه النقطة سيدي، لكن مشاهدينا نربط بكم الاتصال مباشرة من جامعة هواري بومدن، أين تلتحق بنا الزميلة وداد زردوم. إذن وفي إطار فعالية افتتاح اليوم أو الأسبوع العالمي للمقاولاتية، صباح النور وداد.
صباح الخير لميا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نحن اليوم في إطار الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، تم تنظيم ملتقى في جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بأجزاء العاصمة. موجه هذا الملتقى للطلبة، تركز على مسار ريادة الأعمال وتنفيذها، وقد صمم البرنامج المعروض لمساعدة رواد الأعمال على الإلمام بجميع المراحل الأساسية التي ينطوي عليها تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع تجاري قوي وجاهز للاستثمار. ولأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع يلتحق بنا كمال مولا رئيس مجلس الاقتصاد الجزائري. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يعني نحتفل بأسبوع لرواد الأعمال، أسبوع المقاولاتية. نحن فخورين أننا متواجدين في جامعة عريقة لباب زوار، وفي الحدث هذا يعني فيه باش يكون فيه يعني احتكاك بين المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع من طلبة اللي عندهم كفاءة عالية. ولهذا اليوم في الحدث هذا دونك حبينا يكون فيه لقاء باش نشوفوا المشاريع اللي تكون هي ناضجة، لأن في الحقيقة فيه مشروع لخلق نلحقوا 20,000 مؤسسة، يعني احنا كان حوالي 10,000 اللي راهي انطلقت، وكاين 10,000 أخرى سوف تنطلق. في 10,000 احنا ماذا بينا يكونوا يعني من الطلبة هذوما يكونوا رايحين يعني في هذه المسيرة هذه، وإحنا كمتعاملين اقتصاديين وكذلك ككريا سوف يكون يعني فيها مرافقة للطلبة هذوما اللي عندهم يعني عندهم مشروع لينجم يجسد، باش لأنه اليوم الدولة يعني وفرت يعني جميع الإمكانيات. يا دي سيستام اليوم كي سون ان بو اديكوا pour booster l'entrepreneuriat des jeunes, il faut qu'ils en profitent. Donc, حنا بالك شوية يعني اللي مخصوصة أنه ما عندهمش تجربة، وهذه التجربة نجموا ثانيا نتقاسموها معاهم، et c'est un peu l'objectif اليوم. ثانيا اليوم سوف حتكون إمضاءات بين المؤسسات تاعنا والجامعة. هذه الإمضاءات باش تكون ثاني يعني تقارب أكثر pour créer des ponts entre l'université et les entreprises. D'abord, هذوما لي بون باش par rapport au les stages pratiques, mais كذلك باش تكون فيها بالك éventuellement des nouvelles formations qui répondent aux besoins des entreprises. شكرا لك سيدي على كل هذه التفاصيل، ولتفاصيل أكثر حول هذه الاتفاقيات التي سيتم إمضاؤها اليوم معنا عميد كلية جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. صباح الخير سيدي. صباح الخير. على هذه الاتفاقيات التي سيتم إبرامها اليوم. بكل حال هنا في إطار الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، اليوم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا تحتضن ملتقى مع المجلس التجديد للاقتصاد الجزائر، وهنا يكون فيه بعض الورشات للطلبة اللي راح تحضر فيها، وفي هذه الورشات راح إن شاء الله نزرع يعني روح المقاولاتية للطلبة. وهذا يعني كنتكلموا على المقاولاتية، هذه تدخل يعني في استراتيجية وزارة التعليم العالي الجديدة. يعني الآن كما يقول لك الجامعة أصبحت ماشي جامعة اللي تمد شهادات فقط، ولكن من جهة أخرى الجامعة هذه تعطي يعني روح مقاول للطالب، باش هو يصبح هو اللي يخلق مناصب الشغل، وهو يخلق يعني الشركات، وإن شاء الله يشارك في تطور البلاد. إذن اليوم احنا هذه الفرصة يعني نغتنموها باش نعزوا أيضا العلاقة اللي كان بين الجامعة والمحيط الاجتماعي الاقتصادي، ومع إذن مع كل الشركات، ويكون فيه إمضاء اتفاقيات تعاون بين الجامعة وبين
بعض يعني الشركات المؤسسات الاقتصادية اليوم، وهذا يعني الاتفاقيات راح تسمح يعني يكون فيه تعاون سواء بيداغوجي في البحث العلمي أيضا، وأيضا في المقاولاتية، لأن اليوم عندنا الطلبة نتاعنا تاع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا رايحين يكون فيه معرض نتاع المشاريع تاع بعض المشاريع، وممكن يكون فيه مشاريع اللي رايحة تجلب الاهتمام من طرف الشركات اللي راهم حاضرين هنا، وراهم هنا يعني المدراء العامين راهم حاضرين معنا، وهذه هذا شيء يعني جميل للجامعة، وإن شاء الله بالك ممكن من هذه رايحة تنطلق مشاريع ومؤسسات ناشئة ومؤسسات اللي شكرا لك عميد جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. إذن كانت هذه فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية. عودة إليكم الاستوديو المركزي. شكرا لك وداد على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من جامعة هواري بومدين وافتتاح الأسبوع فعاليات افتتاح الأسبوع العالمي للمقاولاتية. وعودة إلى ضيفي المراقب العام رئيس رضوان بوطالب مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك ورئيس أيضا مشروع رقمنة الجمارك الجديدة. كان الحديث أيضا عن تحديات الأمن المعلوماتي، نقطة مهمة جدا، وأيضا مستوى حماية النظام المعلوماتي اليوم، آليات من خلال البرامج أيضا الناجعة لحمايتها أيضا من الاختراقات في إطار انتشار أيضا الجريمة السيبرانية، الذكاء الاصطناعي إلى آخره. حقيقة حماية النظام المعلوماتي أو أمن النظام المعلوماتي يعد أولوية صحيح بالنسبة يعني الرقمنة بصفة عامة. بالنسبة للأخطار، الأخطار موجودة يعني فيما يخص الأنظمة المعلوماتية، سواء كان يعني من خلال يعني الأخطار الخارجية أو الهجمات السيبرانية الخارجية، وفيه كذلك حتى من الداخل كذلك. بالنسبة لإدارة أو المصالح الجمركية، عملنا على إعداد وتطوير الأدوات التكنولوجية اللازمة، سواء كان ذلك على مستوى الأجهزة، أجهزة المعلوماتية الحمائية، أو على مستوى يعني حتى الجانب البرمجيات كذلك. صحيح. فيه آليات للحماية لمراقبة هوية المستخدمين، مراقبة يعني العمل بالنسبة لبنك المعطيات حمايتها من الاختراقات خاصة الخارجية، حمايتها من الهجمات السيبرانية. صحيح. فيه مراقبة دورية ومستمرة. جيد. الخطر موجود ودائم، وهذا تحدي بالنسبة لنا حتى تكون فيه استمرارية للخدمة، لأنه مهم جدا. الجمارك قطاع مهم جدا، والجمركة عملية حساسة. صحيح. تخص عمليات التجارة الخارجية، لابد أنه يكون فيه سهر على أمن النظام المعلوماتي. نعم. والعمل على حمايته من الاختراقات ومن الهجمات السيبرانية، وذلك يعني بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة المختصة في هذا المجال. جيد. طيب بلغة الأرقام، ربما نتحدث عن عدد المسجلين في نظام المعلومات للجمارك، نتحدث عن الوكلاء المعتمدين أيضا، وحتى المتعاملين الاقتصاديين أيضا. اليوم الحمد لله فيه تقدم محترم بالنسبة للمجال الرقمنة، ويعني استخدام النظام المعلوماتي الجديد، بحكم أنه النظام المعلوماتي يسمح بالعمل في بيئة رقمية عن بعد، لابد من تسجيل والحصول على حساب استخدام على مستوى النظام المعلوماتي. اليوم عندنا أكثر من 7400 مسجل. جيد. مستخدم للنظام المعلوماتي خارجي، نتعامل مع المصرحين، المتعاملين الاقتصاديين، مع وكلاء الشحن باللغة الأجنبية كونسينياتير، كذلك البنوك، المؤسسات المينائية، مستغلي المستودعات والمساحات الخاضعة للمراقبة الجمركية. فيهم مستخدمين كثير يعني يتعاملوا مع مصالح الجمركية. عندنا بالنسبة للمستخدمين الداخليين للجمارك، كل جمركي عنده الحق أنه يعني يستخدم النظام المعلوماتي الجديد، الولوج للنظام المعلوماتي، النظام المعلوماتي
ألساس عبر عملية الولوج. هل هناك ربما رقم سري؟ هل هناك نعم بالنسبة للمستخدم الخارجي أو الداخلي، كل مستخدم عنده حساب أو عن طريق عنده رقم سري اللي يقدر يتحكم فيه، يعني يقدر يغيره حتى تكون فيه حماية لحسابه، ويمكن للمستخدم أنه ينظم حتى مكتبه الإلكتروني، وكأنه يعيش في بيئة يعني افتراضية. صحيح. هدفنا هو الوصول إلى لمادية الإجراءات، لأنه هذا هو المبتغى، لمادية الإجراءات، صفر ورقة. صحيح. الوصول لهذا المستوى نعم. ماهوش حاليا، ولكن نعمل على الوصول لهذا المبتغى. يعني مجهودات الرقمنة هي مجهودات دائما، يعني نقولها هي مجهودات مستمرة وأيضا مرتبطة حتى بتطور التكنولوجيا أيضا. حقيقة نعم. فيه تطور دائم، ونعمل على مواكبة هذا نعم. التطور. جيد. بالنسبة للأرقام يمكن أن نكمل الأرقام اللي قدمتها. عندنا حاليا وصلنا لأكثر من 220 ألف تصريح نعم. إلكتروني. جيد. عبر نظام وأكيد أكسس. الرقم مرشح للارتفاع أيضا في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لكم المراقب العام رئيس رضوان بوطالب، أذكر مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك وأيضا رئيس مشروع رقمنة الجمارك الجزائرية. شكرا جزيلا على قبول الدعوة وعلى هذه الاستفاضة. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. إلى أخبار الرياضة مشاهدينا، أيضا اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم مشوار التصفية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بفوز ثمين وعريض على نظيره المنتخب الليبيري بخمسة أهداف، وليس كذلك سهيلا مبروك عين نجاح. أهلا صباح الخير لميا لك ولجمهور الرياضي الكريم. كما قلت المنتخب الوطني اختتم مشواره في التصفية يمكن أن نقول بالعلامة الكاملة، لكن ب16 نقطة صحيح. التي كانت كافية من قبل حيث حسم التأهل في الجولة الرابعة. إذن المنتخب الوطني تأهل إلى نهائيات 2025 ب16 كاملة، والمباراة التي عرفت أجواء مميزة وخيالية في مدرجات الملعب المجاهد الراحل حسين أيت أحمد، التي اكتست حلة جديدة ومميزة بملعب مزين بألوان الراية الوطنية،
كل هذا وأكثر سنتناوله مع محلل التلفزيون الجزائري دريس حواء. صباح الخير دريس. صباح الخير الأخت سهيلة، صباح الخير الأخت لمياء، صباح الخير لكل مشاهدي التلفزيون الجزائري العمومي. نعم دريس، قبل أن نشاهد الصور الخاصة بالمدرجات التي صنعت التميز بأنصارها، ماذا يمكن أن نقول لهذا الجمهور؟ دعيني أقول أنه عشنا أمس ليلة خالدة للكرة الوطنية، كرة القدم الوطنية وكذلك الرياضة الجزائرية في ملعب الراحل المجاهد الراحل حسين أيت أحمد. أقول أنه المشاهد التي عشناها أمس أظن ستبقى خالدة إلى الأبد، لأنه الجماهير التي جاءت من كل القطر الوطني الكبير أعطت أجواء من البهجة والفرجة لكل من تابعوا هذا اللقاء. أظن أنه النجاح الباهر في التنظيم خاصة من طرف مسؤولي ولاية تيزي وزو وكذلك الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أظن أنه حتى المراقبين تاع الاتحاد الإفريقي انبهروا بهذه الأجواء وهذه النقطة أكثر من إيجابية لملعب حسين أيت أحمد. إن شاء الله سنعيش أجواء أخرى إن شاء الله فارحة إن شاء الله في تصفية المونديال ولما لا. نعم أكيد، كما نشاهد على هذه الصور الجماهير الجزائرية زادت جمالا للمدرجات، وهذه المدرجات اكتست حلة جديدة ومميزة بألعاب مزين بالألوان الوطنية وكذلك بألوان أعرق الأندية الجزائرية، ما زاده جمالا في شهر تاريخي مجيد، والعلامة الكاملة كما ذكر دريس حواس للأنصار بالمدرجات الذين حضروا بقوة من مختلف ولايات الوطن، فضلا عن العائلات التي صنعت أجواء مميزة وكانت الداعم الأكبر للعناصر الوطنية، وأثبتت مرة أخرى أن الجزائر حاضرة بها وبمنشآتها العالمية وبجمهورها المتحضر. نعم دريس، أكيد، لأنه ما شاهدناه أمس من الأجواء التاريخ، شوفي الأعلام اللي شاهدناه، أنه كل أعلام الوطنية العالم الوطني كان حاضر، خاصة لأنه الجماهير جاءت، لأنه أنا نقول اليوم الجزائري لا نشك فيه سواء في وطنيته وحبه للوطن، هذه أمور ما نقدرش نناقشها إلى الأبد. الشيء الثاني أن الجماهير دائما جاءت من كل القطر الوطني بكل الولايات، ونقول أنه خاصة أجواء التنظيمية من التسهيلات التي قامت بها خاصة أنا نقول نتكلم على مديرية الشباب والرياضة وكل المسؤولين على ولاية تيزي وزو. أقول أنه كانت أكثر جدية، ونظن هذه التسهيلات زادت من الأجواء، لأنه الجماهير لما تكون مرتاحة في الملعب، وما ننساش أنه هذه أول مباراة على المنتخب الوطني لكرة القدم في ملعب تيزي وزو، هذا حدث كبير، لأنه هذا اليوم يوم 17 نوفمبر سيبقى خالد للذكرى في تاريخ الكرة الجزائرية. نعم أكيد أدرس، وقبل أن نواصل الحديث عن الجماهير الجزائرية وتواجد العائلات بالمدرجات، نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام انطباعات هؤلاء رصدتها لبنى برويس في ميكروفون التلفزيون الجزائري، ثم لنا عودة. هذه فرحة كبيرة، وجينا نسعدوا المنتخب الوطني، هذه حاجة باينة، بس كي لازم نساندوه بالجمهور، ولازم فهمتيني. هذا ذاك يبوي يدمي إلا ما رفرج على الماتش بري ذاك يبوي يدمي بغي غزر غيش دايري الفرحة يسير فرحة القبائل فرحة يسناق في قلت تروحا مقرا. الامبيونس توب دي توب، جو سوي اون فامي هنايا مع ولادي مع مرتي مع ديما، الامبيونس كي العرض توب كوسميك كوماسي لو ستاد حسين أيت أحمد البريمي ماتش كنت راقبو جيسكا بريزون الي بارمي لي ميور ستاد الميور امبيونس. بون السلام عليكم، وحنا نقولوا ان شاء الله تربح الجزائر، وبغينا ان شاء الله تكاليفي الكوب دي موند، ونروحوا نشوفوا كوب دي موند وتحيا الجزائر. 1 2 3 فيفا لاجيري.
مليحة وجت اليوم صرا مليحة ودائما نساندو لالجيري. السلام عليكم، معكم مناصر فريق مولودية وهران. أنا جينا من وهران. الملعب ملعب تيزي وزو ملعب عالمي، جمهور عالمي موحد، والحمد لله على إن شاء الله بربي نفوزوا بالمقابلة ونتأهل. إذن دريس، تواجد العائلات الجزائرية في المدرجات في مثل هكذا مواعيد أصبح رقما لا يستهان به، هذا إن دل على شيء يدل على التنظيم الأمني المحكم وتواجدها بحد ذاتها مكسبا للكرة الجزائرية وتزيد من الأسهم في تنظيم أكبر المحافل الدولية. لانه فيه محافظ المباراه وفيه المراقب الامني تاع الاتحاد الافريقي. انا متاكد انه العلامه ستكون كامله 20 على 20، لانه فيه تنقيط بعد التقييم انتهاء المباراه. نظن هذا كذلك. انا اقول من الناحيه الامنيه الاسلاك الامنيه تقوم بدور كبير ومجهودات جباره لتسهيل حضور الجماهير للملاعب الجزائرية، كل الملاعب الجزائرية حتى الملاعب الصغيرة، أظن أنه في كل الولايات. أظن هذه كذلك من النقاط الإيجابية، لأنه الجانب الأمني مهم جدا، والتسهيلات التي تقوم بها الأسلاك الأمنية نقاط إيجابية للجزائر. ونظن أمس ما شاهدناه كذلك، أنا في بعض الأحيان لما شفت الصور هذه تمنيت أكون في الملعب، حتى أنا كنت مدعو لهذه المباراة، ولكن لارتباطات مهنية بقينا في العاصمة، لأن الخدمة العمومية تحتم علينا في بعض الأحيان أن نسمح في بعض الأشياء اللي نتمنى أن نكون حاضرين فيها. نعم، بالحديث عن التنظيم، إذا مباراة الأمس شهدت تنظيما محكما ومثاليا، وهذا الجانب بالضبط أدريس يلعب دورا مهما في تضاعف التواجد وفرصة أيضا للترفيه عن النفس والابتعاد عن الضغوطات اليومية، خاصة فيما يخص الجنس اللطيف اللي شفناه متواجد في نعم بقوة في المدرجات. أقول أنه لازم يكون تفتح، لأنه ما إحنا على كل حال إحنا شعب متفتح على كل حال، وهذا ما فيهاش شكل. المرأة ولا العائلات راهم يحضروا المباريات حتى في ملعب خمسة جوية وكل ملعب بالوطن. الآن فقط أنه هذه الثقافة لازم تتجدر. لماذا؟ لأنه الاحترام مهم جدا، لأنه صحيح أنه في بعض الأحيان الشباب في الملاعب يكونوا حاضرين بقوة، ولكن أنا نقول ما شاهدناه أمس في ملعب تيزي وزو سيكون نموذج للمستقبل، خاصة في حضور الجماهير، لأنه العائلات الاحترام كذلك، لأنه احنا كذلك نقول أنه بكل أمانة شعب محافظ ويحافظ على التقاليد تاعو، على التاريخ تاعو، لأنه الحمد لله شاهدنا. شوفي الصورة هذه تاع الشيخ هذا اللي موجود في الملعب، هذا كذلك وكذلك العجوز اللي شاهدناه منذ قليل تتكلم، أنا جاءت فرحة ومسرورة في الملعب. هذه نقاط تعبر، الصورة هي اللي تعبر. نظن اليوم الجزائر راحت لمرحلة أخرى في كل المجالات، وخاصة نقول في هذا في حضور الجماهيري، نقول اليوم كذلك نقاط إيجابية تسجل خاصة في ملعب تيزي وزو. نعم، وبمختلف الفئات العمرية ومن الجنسين. أكيد تحدثت عن ثقافة التشجيع في الجزائر، وتواجدهم في المدرجات هي ثقافة مؤصلة لدى الجزائريين، لكن زادت مع يعني تزايد المنشآت الرياضية
والمرافق الرياضية الجزائرية يعني المشيدة حديثا. صحيح أنه المنشآت الكبيرة هذه المنشآت الكبرى التي قامت بإنجازها الجزائر في الدولة الجزائرية في هذه السنوات الأخيرة مكسب للرياضة الجزائرية وكذلك أكيد. مكسب للشعب الجزائري والشباب الجزائري، لأنه في بعض الأحيان أقول لازم 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 نروح لهذا هذا هذا التحضر. نعم. تحضر لأنه الملاعب هذه شيدت بسواعد جزائرية سواء في وهران في 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 الجزائر الدويرة أو ملعب تيزي وزو أو ملعب نيلسون مانديلا، هذه كلها الملاعب هذه، وإن شاء الله في الملاعب الجديدة القادمة إن شاء الله في الولايات الجنوب لازم نتكلم على هذه. نعم. النقطة أكيد ستعود بالفائدة إلى كل الشباب الجزائري، وإن شاء الله ستكون أحداث رياضية كبيرة في هذه الملاعب. أكيد خاصة التحفة المعمارية لملعب تيزي مزو، تيزي وزو احتضن مباراة انتهت بخمسة أهداف بملعب بخمس نجوم يمكن أن نقول للمجاهد الراحل حسين أيت أحمد، هذه المنشأة تعد أيضا مكسبا حقيقيا للكرة الجزائرية. لما تشوفي الناخب الوطني سيد بيتكوفيتش يقول لك وين رحنا الملاعب لقيناها، في بعض الاحيان يقول لك انا الان انا حاير وين نلعب في الجزائر لانه الملاعب كلها ممتلئه، شغف الجماهير وكذلك انهم يساندون المنتخب الوطني في ظروف صعبه. شفنا امس المباراه على الرغم من ان تلقينا الهدف في الدقائق الخمسه الاولى الا ان الشعب بقي مؤازرا للمنتخب حتى الدقيقه الاخيره. نعم. وخرج فرحان. نظن هذا الدعم المعنوي للاعبين، حتى انا نقول اليوم بأمانة أنه الملعب حسين أيت أحمد ربما سيختار من طرف الاتحادية لتنظيم المباريات القادمة للمنتخب الجزائري، وهذا ما يدلش أنه الملاعب الأخرى ستوم، بالعكس أنا متأكد أنه المنظمين على مستوى الاتحادية سيعطوا فرصة لكل الشعب الجزائري في كل مناطق الوطن لمشاهدة المنتخب الوطني، وأنا متأكد بعد سنتين أو ثلاث سنوات نشاهد المنتخب الوطني في مدينة بشار ورقلة أو في 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 جنوبنا الكبير إن شاء الله. نعم، بالحديث على هذه الملاعب والمرافق الرياضية، لو نحكي رياضيا أصبحت واجهة الجزائر رياضيا وكلها تقريبا هذه الملاعب احتضنت مباريات المنتخب الوطني أو أندية المحلية قاريا، وكانت أكيد أنها كانت مباريات رسمية لها أبعاد كثيرة دريس، من بينها إبراز من جديد قدرة الجزائر في احتضان منافسات القارية كما ذكرت. البلد الوحيد في إفريقيا ربما، صحيح أن الجماهير كانت تابعة للمنتخب الوطني، الجزائر البلد الوحيد في إفريقيا عندها سبع ملاعب، الاتحاد الافريقي يسمح للفرق الوطنيه الفرق الانديه الوطنيه والفرق الوطنيه اللعب فيها، اي بمعنى انه جنوب افريقيا عندها ست ملاعب، كذلك مصر عندها خمس ملاعب او ست ملاعب عفوا، الدول الاخرى عندهم ملعبين او ثلاث ملاعب. نظن هذا كذلك نقطه ايجابيه، وانا متاكد أنه فيه ملاعب أخرى الآن موجودة، فيه ملاعب ممكن أنه لو تعمل عليها بعض التحسينات تكون ملاعب مستوى عالي. أنا ممكن نتكلم على ملعب سيدي بالعباس، وكذلك الآن لأنه عنده طاقة استيعابية كبيرة ربما لما لا ملعب تلمسان، ملعب تيارت، هذه كلها ملاعب عندها طاقات استيعابية كبيرة، ولما لا التحسينات بالتحسينات الملاعب هذه تصبح ملاعب مقننة من طرف الاتحاد الإفريقي، يسمح للأندية والفرق الوطنية اللعب فيها بكل سهولة. نعم أكيد، هذه التحف التي تسخر بها بلادنا وضعت الجزائريين في الرياضة الإفريقية، وكل هذا يعني يأتي بعد الدعم اللامتناهي للدولة الجزائرية. ونعود إلى مباراة الأمس والمنتخب الوطني
كما ذكرنا قبل قليل الذي اختتم مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم 2025 بفوز ثمين على نظيره الليبيري بخمسة أهداف لهدف وسط حضور جماهيري كبير. يقول أنس مزيان. ملعب المجاهد الراحل حسين عيد حمد تزين بالراية الوطنية والعائلات الجزائرية الحاضرة، حضر التشجيع وتجلت أشكال المؤازرة في صور تاريخية ميزت مباراة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات الكان بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري في شهر عزيز على قلوب الجزائريين. لحظة التفاعل مع النشيد الوطني كانت معبرة وبخماسية كاملة، أكرم رفقاء القائد محرز نظراءهم بأداء يتحسن من مواجهة إلى أخرى وصدارة للمجموعة الخامسة، أكدت أهداف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. مواجهة بنقاط عديدة وصور تاريخية تعكس جمالية الصرح الرياضي وتبين معدن الجمهور الجزائري الذي استذكر أبطال الأمس، فكانت المواجهة وقفة للذكرى والترحم على أسماء صنعت أمجاد الكرة الجزائرية ومن بينهم رشيد مخلوفي وعبد الحميد مراكشي اللذان وافتهما المنية مؤخرا. لا توجد مباراة بدون هدف مع المنتخب الوطني، دائما فخر لنا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، لذلك سعينا لتحقيق الفوز بفضل هذا الجمهور المذهل. نعم عائلتي من تيزي وزو، أنا جد سعيد باللعب هنا والفوز بطريقة خاصة. نعم تعادلنا في الجولة السابقة أمام منتخب غينيا لكننا نبقى متصدرين، أتمنى أن نقدم كل ما لدينا في كأس أمم إفريقيا القادمة. مباراة وإن كانت شكلية بعد ضمان الخضر التأهل إلا أنها ستبقى تاريخية بعدما اكتمل المشهد بملعب المجاهد حسين عيد حمد بأجواء جزائرية خالصة ستتذكرها الألباب مستقبلا. وعقب نهاية المباراة نشط الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ندوة صحفية تحدث فيها عن مجريات المواجهة وعن منافسه منتخب ليبيريا، كل هذا وأكثر نتابعه في التالي. مباراة اليوم لم تكن المباراة السهلة التي لعبناها، هي المرة الأولى التي نلعب فيها بهذا الملعب التحفة، الجماهير كانت أكثر من رائعة وزادت من حماس اللاعبين، لهذا أشكر اللاعبين الطاقم الفني والجمهور وكل من ساهم في هذا الإنجاز. سيرنا اللقاء بامتياز رغم أننا تلقينا هدف مبكرا لكننا عدنا بقوة، وهو ما يؤكد أننا نملي منتخب قوي لا يتأثر. رفعنا رتم اللعب وهو ما مكننا من الفوز بنتيجة عريضة. إذن دريس نبدأ من حيث أنهينا، ونبدأ بتصريح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي تحدث عن معطيات المواجهة وعن فرديته، وكذلك أشاد بالزخمة الجماهيرية بالمدرجات التي يعيشها لأول مرة في الجزائر. صحيح، أولا نبدأ بالجماهير اللي كانت حاضرة في الملعب، هو انبهر انبهارا كبيرا بالحضور وكذلك بالمساندة الجماهيرية للمنتخب الوطني. نظن هذه كذلك نقطة يعترف بها الناخب الوطني، وانا عارف انه راح يفكر كثيرا في اختيار الملعب اللي راح يكون للمنتخب الوطني للمباريات القادمة ان شاء الله. اما من ناحية تقنية اقول انه المنتخب الوطني كان في المستوى امس في مستوى الحدث، لانه صحيح انه عاد في المباراه ما يهمش، لانه المباراه انا نقول كانت على الاقل شكليه، ولكن لارضاء الجماهير الحاضره كانت اظن انه الفريق الوطني الان اصبح يسجل اهداف كثيره خاصه سواء في خارج الوطن او داخل الوطن. نظن هذه كذلك نقطه ايجابيه، كذلك فيه لاعبين، هو قال امس انه
جد مسرور بتكيف اللاعبين مع الجانب التكتيكي المختار، لانه هو اللي اختار الاسلوب اللعب للمنتخب الوطني. امس لعب 3-5-2 يتحول الى 3-4-3 في الهجوم. نظن هذه كذلك الان اللاعبين فهموا الرساله. واكيد راح يكون تنافس كبير، وخاصه مع عوده لاعبين المصابين وكذلك المعاقبين. انا نقول باللي صعب انك تجد، هو عنده التشكيله في راسه، ولكن المنافسه راح تكون شديده خاصه في وسط الميدان. اكيد هو المهم والاهم من كل هذا ان يكون تماشي وتناسق بين اللاعبين وفلسفه الناخب الوطني. دريس 16 نقطه في رصيد الجزائر، ختم بها مشواره في التصفيات، 10 مباريات فاز فيها في 7، تعادل في 2، انهزم في 1، هجوم ب 25 هدف مقابل تلقي 10. المنتخب يمكن ان نقول انه على السكه الصحيحه. لو نمشي بمبدا المدى الطويل، هل هذا يعود إلى ضخ الدماء الجديدة في الكتيبة في كل مرة التي أعطت نفسا آخر للمنتخب الوطني؟ أكيد، لأنه التحليلات الآن لكل واحد عنده تحليل في رأسه، ولكن أقول أنه النقطة الأولى المهمة الآن أنه اللاعبين متعودين مع أسلوب اللعب المختار من طرف الناخب الوطني بيتكوفيتش، أنه لا يغير من، في بعض الأحيان يغير من أسلوب اللعب أو النمط التكتيكي، ولكن في بعض الأحيان اللاعبين يبقوا بنفس المردود. حتى لو تغير التشكيلة الأسماء تغيب، ولكن الفريق يبقى في نفس النسق بانتظام. الشيء الثاني أنه الفريق تحسن كثيرا، خاصة لأنه الأجواء اللي موجودة في المنتخب الوطني فيه الآن فيه لاعبين مخضرمين، فيه لاعبين شباب أقل من 19 سنة. أنا نقول من فترة طويلة ما شفناش لاعبين أقل من 19 سنة في المنتخب الوطني. أنا أتذكر ربما في جيل الثمانينات اللي كانوا لاعبين صغار في السن 18-19 سنة يلعبوا في المنتخب الوطني، وكذلك ذلك نقطة إيجابية. هذا بمعنى أنه في عمل على مستوى البعيد للفريق الوطني، لأنه فيه استحقاقات تنتظر المنتخب الوطني في السنتين القادمتين إن شاء الله. نعم دريس، إذا بيتكوفيتش ولو أنه سجل هزيمة واحدة إذا لم تخني الذاكرة مع المنتخب الوطني طبعا، إلا أننا يمكن تصنيفه ضمن خانة العلامة الكاملة بالنظر إلى فلسفته. يعني في كل مرة نشوف الناخب الوطني متأخر في النتيجة، لكن يعود مباشرة في النتيجة حتى ولو في الشوط الثاني. هو أولا صحيح أنه في بعض المدرب، أولا هذا مدرب عالمي، ما لازمش واحد ينقص من القيمة تاعو، لأنه لعب كأس العالم مع المنتخب السويسري، عنده طاقم فني متجانس مستوى عالي، سواء المحضر البدني أو المدربين المساعدين أو مختصين في التحليل الفيديو أو مدرب الحراس الجزائري المساعد الأول الجزائري. نظن هذا كذلك أنه فيه تجانس على مستوى العمل في المنتخب الوطني. نظن أن المدرب هذا في بعض الأحيان نقطة القوة تاعه أنه يعرف يحلل المباريات تاعو، يعرف أنه ياخذ القرارات السليمة. أولا الشيء نقطة القوة اللي هو شاهدنا أن المنتخب الوطني يعود دائما في الأشواط في الشوط الثاني، وخاصة في الدقائق الأخيرة. نعم. هذا يدل على أنه الكوتشينج تاعو دائما ناجح، وهذه من نقاط القوة تاع الناخب الوطني والفريق الوطني. إن شاء الله أكيد أنه نستمر في هذه الديناميكية الجيدة تاع النتائج، وهذا ما نتمناه. أكيد المباراة هذه أيضا دريس كانت فرصة أخيرة للناخب الوطني تجربة اللاعبين والوافدين الجدد استعدادا لتصفية المونديالية شهر مارس المقبل أمام منتخبي بوتسوانا وموزمبيق. دريس أشكرك على كل ما تفضلت به. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفقرة الرياضية من هذا الصباح. تلقاكم زميلة لميا. تفضل زميلة. شكرا سهيلة، وشكرا أيضا، الشكر موصول لضيفك أيضا. إذا مشاهدينا بالأخبار الرياضية ننهي هذا الموعد الإخباري، متابعة طيبة لبقية برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.